انا اصل اللعبه دي، انا قد المسؤوليه. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فادي. اهلا بك يا اسامه. حلقه جديده مع جمهورنا اللي حابين نتكلم معاه في مواضيع كتير جدا النهارده، ان شاء الله نبقى مع بعض فيها على مدار الحلقه. ان شاء الله دايما ايضاح ما هو واضح لزياده الوضوح. الاهلي خط احمر امام جميع ابنائه. الاهلي خط احمر بتاريخه، ببطولاته، بانجازاته، بمورساته. الاهلي خط احمر امام المنافسين لا تطاول ولا تجاوز. طبعا مصر هي كل الخطوط الحمراء. حبينا بس نوضح، برغم اننا دايما موضحين النقطه دي من اول حلقه، وحبينا كمان نشكر كل مشاهدي برنامج الاهلي خط احمر على وسائل التواصل الاجتماعي او على بيدج القناه على اليوتيوب او بيدج القناه على الفيسبوك. الحقيقه حققنا 1,000,000 مشاهده الحلقه اللي فاتت، وثلاث حلقات في شهر اكتوبر الحمد لله بنحقق 3,000,000 مشاهده. كل الشكر والتقدير ليكم، ودايما يا رب ان شاء الله هيكون البرنامج نافذه لجماهير النادي الاهلي، ودايما ان شاء الله نكون عند حسن الظن باذن الله. اعتقد يا فارس تفاعل كبير الحمد لله من خلال الجماهير مع البرنامج. شيء مهم جدا تفاعلكم معانا. طبعا احنا اكيد جزء من منظومه كبيره جدا. احنا ما بنتكلمش هنا عن البرنامج بقدر ما احنا بنتكلم، لان انتوا جزء من الحدث في برنامج الاهلي خط احمر بشكل مختلف. انتوا مكون من مكونات البرنامج كجمهور للنادي الاهلي على السوشيال ميديا او في اي حته. فاللي انتوا بتعملوه معانا لازم نعرفكم قد ايه دعمكم للبرنامج بيفرق معانا، وقد ايه يا احمد فعلا في حاله بقت بيننا وبين الناس احنا سعداء بيها، وان شاء الله باذن الله نكون على قدر تطلعاتهم ونكمل فيها باذن الله. ان شاء الله يا فارس، واكيد الجماهير منتظره قضيه الساعه، قضيه تاجيل مباراه النادي الاهلي، بيانات النادي الاهلي، بيان اتحاد الكره. اعتقد اتكلمنا او تناولنا جزء من الموضوع الاحداث اول باول، لكن طبعا بعد بيان الكابتن محمود الخطيب في بعض النقاط الرئيسيه والاساسيه، في نقاط مهمه جدا وضحت ان كان في معطيات صدر على اساسها بيان. لما وضحت الصوره واختلفت المعطيات، فكان دايما زي ما قلنا انا اصل اللعبه دي، انا قد المسؤوليه، تحمل النادي الاهلي مسؤولياته واصدر بيان اخر اعتقد اعلى مصلحه الوطن فيه، وده دور النادي الاهلي الوطني دايما. والحقيقه احنا مش بنزايد على اي نادي، اي نادي في مصر هو اصلا له دور وطني، مش محتاجين ان احنا نكتب الكلام ده او نعلق الكلام ده، احنا المفروض نعمل الكلام ده من خلال تصرفات وتصرفات مسؤوله. اعتقد يا فارس بيان كابتن محمود الخطيب بعد بيان اتحاد الكره، ايه اهم النقاط اللي انت شايف ان المفروض نعلق عليها؟ بص يا احمد، احنا حابين نتكلم مع الجمهور بشكل مختلف. ما ينفعش تمشي مع النادي الاهلي نصف طريق، النادي الاهلي لازم تمشي معاه المشوار كله، ومع النادي الاهلي ما ينفعش تصدر نصف حكم، لازم تنتظر لاخر المشهد. عندنا ثقه نقدر نستلهمها من فكره الحكم اللي في صالح النادي الاهلي كان في قضيه صله يا احمد، وكذلك الحكم اللي كان لصالح النادي الاهلي في قضيه مسك. ده يديك معطيات ان النادي الاهلي بيتحرك بشكل مدروس. لازم نعرف ان احنا يبقى عندنا ثقه ونشوف اخر الخطوه هتوصل لايه. لو امنت مع النادي الاهلي بطريقه التفكير دي مش هتستعجل حاجه، لان جمهورنا عمره ما كان بيتعجل الامور يا احمد. بالتأكيد. هنروح لاول نقطتين اللي انا بصفه بالبيان التكميلي. ما ينفعش تاخد بيان النادي الاهلي الاول بمعزل عن اللي استكمله النادي الاهلي او استطرد فيه في بيانه التكميلي. في اول نقطتين من البيان التكميلي بيقول الرؤية الأمنية لها احترامها وهيبتها، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الجهات الأمنية. مفهوم ده إيه؟ لما يصدر معطيات قرار تأجيل مباراة النادي الأهلي والزمالك إن هو جاء على بناء على قرارات أمنية، ويكون النادي الأهلي ما عندوش الملابسات الكاملة لحيثيات التأجيل الأمني، واتحاد الكرة ما يساعدكش في ان هو يديك ما يثبت ان الامن ادى. اكيد احنا فاهمين يا احمد ان طبيعي القرار مش هيتاخد بمعزل عن الامن، ولكن لما نكون عارفين ان الوضع شائك وحساس، يبقى انت كاتحاد الكوره بتقدم لي يد العون، مش بخرج القرارات في منتصف الليل، مش بغير، مش بتعامل مع المنظومه الرياضيه كانها مجرد رد فعل.
لازم اكون انا حريص النادي الاهلي ده افهم قدره، ان انا لازم ابرر له القرار بحيثياته كامله، مش اتعامل معاه بمبدا اصل هو الامن قال كده وروح تحقق انت. وده يا احمد من الحاجات الملفته جدا اللي كان النادي الاهلي، انا بحترم الامن ولكن محتاج افهم الملابسات، وده اللي حصل واتحاد الكره ما ساعدش الاهلي فيه. ده بالتاكيد. وفي نقطه كمان مهمه جدا، لان البعض فهم بيان النادي الاهلي ان هو اعتراض على الامن، والبعض روج لفكره ان كلمه لكن بعد احترام النادي الاهلي للصوره الامنيه هي فكره تنفي ما قبلها. لا، اللي قلنا كان في معطيات مختلفه تماما ما كانتش واضحه. ما ينفعش قرار يطلع الساعه 11 بالليل، ما ينفعش يوصل للنادي الاهلي خطاب بتاجيل المباراه قبل 10 دقائق بدون اجتماع وبدون وضوح الرؤيه. فاعتقد كان بيان النادي الاهلي بعض اللبس وصل لدى البعض سواء جماهير او اعلام منافس، فوضحنا الرؤيه. واعتقد في نقاط تانية حابين نتكلم عنها، ان الكابتن محمود الخطيب قال لابد ان يحرص اتحاد الكره على ثبات مواعيد جدول المسابقه في الملاعب التي يحددها دون تقديم او تاخير او تبديل لمباراه لمزيد من العداله والاستقرار بين الانديه المتنافسه. انا وجهه نظري ان الازمه اللي حصلت دي هي صك براءه للموسم اللي فات، لان الناس دايما كانت بتتكلم ان النادي الاهلي هو اللي استفاد من المؤجلات، وده هنرجع له في فتره ريمونتادا. النادي الاهلي هو اللي كان بيتاجل مباريات وبيريح مباريات. النادي الاهلي دلوقتي هو اللي حريص وبيأكد على فكره ان المباريات تتلعب في مواعيدها وتتلعب بشكل منظم دون تقديم او تاخير، ده عشان مبدا المنافسه الشريفه والعداله بين جميع الفرق. النقطه الرابعه اللي طبعا سردها كابتن بيان كابتن محمود الخطيب، نتمنى عند تحديد موعد نهائي لاقامه مباراه القمه ومناسب امنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها ان يكون هناك تنسيق مبكر مع الاطراف المعنيه حتى لا يتكرر ما حدث. فريقين بحجم النادي الاهلي ونادي الزمالك، اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه لازم لما يكون في قرار امني بنحترمه طبعا جميعا، او ظروف محيطه بالمباراه او اسباب تاجيل المباراه، لازم يكون النادي الاهلي ونادي الزمالك على اطلاع بها فتره مبكره، ونقعد على ترابيزه المفاوضات نتناقش في الامر وازاي يطلع في النهايه الشكل النهائي. اديكم مثال بالكلاسيكو، طبعا تم التاجيل، واعتقد هناك الموضوع في اسبانيا مختلف تماما، واقليم كاتالونيا حابب الانفصال او اشياء كثيره جدا حصلت، فتم تاجيل مباراه. الاتحاد الاسباني لكره القدم منح فرصه لنادي ريال مدريد ونادي برشلونه يحددوا موعد المباراه تبعا لما يتراءى ليهم، يعني يتفقوا على موعد مباراه ويخبروا به الاتحاد الاسباني. احنا هنا في كره القدم الامر طلع قبل 10 دقائق من اعلان اتحاد الكره، التاجيل وصل للنادي الاهلي واكيد وصل لنادي الزمالك. فالنادي الاهلي بيؤكد بما ان المباراه هيتم تحديدها وفقا للتنسيق بين الامن واتحاد الكره او اللجنه الخماسيه، يكون كمان في تنسيق مع الاهلي والزمالك وقبلها بوقت مبكر. واعتقد ده مبدا عادل جدا وفير جدا، وده اللي المفروض يتعامل بيه النادي الاهلي ونادي الزمالك. احنا مش بنقول ان هم اكبر من انديه مصر، ولكن ده الكلاسيكو الموجود ده او في مصر او اكبر فرقتين في مصر، فلما يكون مباراه بينهم لازم يكون اللجنه الخماسيه بتنسق مع الفرقتين. يا احمد ده بينقلنا على حاجه ثانيه، انا عندي وجهه نظر واضحه ان كان في تعالي على النادي الاهلي في الازمه، كان واضح جدا فكره تعالي اتحاد الكوره في التعامل مع النادي الاهلي، فكره ان انا لما بقول لك موافقه امنيه او بحاول استوضح حاجه تقول لي لا اصل انت اللي المفروض تروح تجيب، اصل انت المفروض تعمل. كلنا لمسنا فكره التعالي ده، مع احترامي النادي الاهلي عمره ما هيطلع مسؤول فيه يهين المسؤول عن لجنه المسابقات او يهين رئيس الاتحاد بعبارات نابيه، ولكن النادي الاهلي مش هيسمح ان حد يتعامل معاه وكانه عنصر مش من العناصر الرئيسيه في المنظومه. النادي الاهلي 1907، لو احنا ما ادركناش ده كويس هيبقى عندنا مشكله. وعشان كده النادي الاهلي لما يقول نتمنى ان يقوم اتحاد الكره بمسانده الانديه، الكلمه دي فعلا انا كان وقعها يا احمد مش طبيعي، ان كان اصل ده مفترض ده الشيء المنطقي ان اتحاد الكره يكون بيعمله. فكوني انا بطلبه منك، انا بطلب الحد الادنى من التزامك بدورك، وهنا المعاني اللي احنا بناكد عليها. في نقطه مهمه جدا ثانيه في البيان، في النقطة اللي احنا بنتولها رقم 5، فكرة الحضور الجماهيري، وكأن النادي الأهلي هو النادي الجماهيري الوحيد في الدوري اللي بيطالب بحضور جمهوره. أكتر من بيان يا أحمد النادي الأهلي بيؤكد فيه على ضرورة حضور الجمهور في الدوري، في مباريات الدوري مفيش نادي أحرص من النادي الأهلي على حضور جمهوره، وبيستغل النادي الأهلي أي بيان عشان يؤكد في النقطة دي إن حضور الجمهور شيء أساسي. النقطة اللي كان فيها اختلاف من النادي الأهلي في البيان التكميلي، وهي فكرة دعم الحكام ماديا، إن الحكام
الحرص على تطوير مستواهم، ولكن في نقطة مهمة جدا، الاستعانة بالفار. أنا النادي الأهلي دايما بيروج إن هو بيستفيد تحكيميا، أنا أكتر نادي ذكرت في بيانات رسمية إن أنا عايز أستند إلى الفار. كمان النادي الأهلي قال حاجة لها علاقة، وكأن النادي الأهلي بيرشد الناس إزاي تنظموا المسابقة، قال لك تطوير الحكم، لأن العنصر البشري هو أساس الفار يا جماعة. الفار مش عنصر غير بشري، الفار عنصر بشري، إذا صلح العنصر البشري الفار هيقدم جودة ممتازة، غير كده هنكون في مشكلة، وهيكون الفار كأنه شيء مجرد ورد جميل جدا حاطينه عشان المنظر يبقى كويس، ولكن ما بيأديش لنتائج. لا، والحقيقة كمان هو الأستاذ عمرو الجنايني في بداية الحوار وبداية توليه المسؤولية أعلن عن فكرة إن الفار هيتم تطبيقه من يناير. هنا الخطاب بتاع النادي الاهلي تفكير او تذكير، هل حضرتك بدات تدرب الحكام على فكره استخدام الفار اللي المفروض في يناير؟ انت لو هتستخدم بالفعل الفار من يناير، المفروض اوريدي الحكام دلوقتي بتشتغل على تطبيق التقنيه دي. انا ده سؤال اعتقد اجابته عن استاذ عمرو الجنايني، انا ما اعرفش هم فعلا بيدربوا التحكيم ولا لا، لان ده نقطه مهمه جدا، وبناكد ان النادي الاهلي اللي الناس بتقول ان هو بطولاته فيها مش عارف تحكيم او اكتر نادي بيستفيد من الحكام، هو الحريص اكتر طبعًا. نادي حريص طبعًا. على ان يتم تطبيق الفار، وفي بيانات كتير جدا احنا على مدار السنه اللي فاتت اعلنا عن ضروره تقنيه الفار، وبرده في بدايه هذا الموسم برده بنعلن عن ضروره تقنيه الفار. اعتقد لو في نادي بيستفاد من التحكيم مش هيكون هو الحريص على ان تقنيه الفار يتم استخدامها. نقطة أخرى من نقاط البيان التكميلي وهي ضرورة قيام اتحاد الكرة باختار الأندية بلائحة الجزاءات، واحنا اتكلمنا هنا في البرنامج عن الموضوع ده، على أي أساس بيتم عقاب اللاعبين، على أي أساس بيتم عقاب الأندية، واتكلمنا عن تصريح رئيس لجنة المسابقات اللي بيتكلم إن أنت هتعرف عقوبتك لما تعمل الفعل، وقلنا هنعرف منين إن في عدل في الأمر ده إذا كان مفيش حالات متشابهة، يعني قلنا لما شيكابالا تم عقابه بمبلغ مالي تم نفس العقاب للكابتن حسام عاشور والكابتن رمضان صبحي بنفس المبلغ المالي، فهنا عرفنا ان في ميزان للعقوبه، لكن لو نادي تاني او لاعب تاني عمل عقوبه معينه وما تمش عقابه او تم عقابه بغرامه مثلا ماليه، منين ما نعرفش ان ممكن العقوبه دي ايقاف مباراه او ايقاف مباراتين، واتكلمنا عن طارق حامد وعدم ايقاف طارق حامد برغم ان هو تم طرده بعد المباراه وده سوء سلوك في اللائحه القديمه من مباراتين الاربعه. في اللائحه دي اللي هي ما ظهرتش لسه ما نعرفش حتى الان، واعتقد في اجتماع او عقد للجمعيه العموميه والمفروض نهايه الشهر ده، فالمفروض يكون في لائحه للجزاءات، من لائحه الجزاءات للجنه الانضباط، وبرده اتكلمنا عن الامر ده، والنادي الاهلي بيؤكد يعني يمكن المره الرابعه او الخامسه على ضروره اللجوء للجنه الانضباط ولجنه الاخلاق والقيم. بنتكلم عن التعصب، عشان ننبذ التعصب مش هيجي بكلمتين بيتقالوا في قاعده، لازم نبقى كلنا مع بعض، احنا بالفعل كلنا مع بعض، والاسره الواحده بتنقسم بين فيها اهلاوي فيها زملكاوي، الاصدقاء اهلاويه وزملكاويه، واحنا عايزين يكون في الفه وروح تعاون داخل المجتمع ونسيج واحد، لان احنا بالفعل نسيج واحد، لكن الكلام اللي هينبذ التعصب هو اللجوء للوائح والقوانين، المخطئ يتم عقابه، لما يكون في لجنه انضباط وقيم مفعله بشكل فعال بالفعل فأي حد يخطئ يتم عقابه، الجماهير هتهدى، هو ده اللي هينبذ التعصب، هو ده اللي هيرجع المنافسة داخل أرض الملعب، ولأننا حريصين بالفعل أن المنافسة تكون على أرض الملعب، حريصين أن احنا نختلف على دي هدف أو دي تسلل أو دي ضرب الجزاء، مش عايزين نخرج بره إطار الملعب في الصراع، لأن احنا في النهاية نسيج واحد بنؤكد عليه، وده يعني هيجرنا فارس لفيديو قبل الفيديو بس في حاجه حابب اقولها لك، هو احنا بس اللي حريصين على لجنه الانضباط؟ هو مين اللي بيتعرض لاساءات كمان؟ اعضاء اتحاد الكره نفسه، يعني انت المفروض يبقى عندك نفس القدر من الحرص على لجنه الانضباط وتفعيلها، والا يبقى في حاجه غير مفهومه. ما هو يعني الحاجه الغير مفهومه هي اللي ممكن نوصل لها من خلال الفيديو ده، لما تسال هو ليه بالزبط. اتحاد الكره ما بينقلش الكلام او الشكاوى اللي بتجي له، لان النادي الاهلي ارسل ثلاث شكاوى منهم الاتحاد السابق شكوى والاتحاد الحالي او اللجنه الخماسيه الحاليه شكوتين، تعالوا نشوف السبب ايه ان اتحاد الكره ما بيحولش الشكاوى بتاع النادي الاهلي للجنه الانضباط، ونرجع تاني. مجلس اداره النادي الاهلي عمل 10 بلاغات، اتحاد الكره هل هيناقش القصه دي؟ فين ردودهم؟ فين لجنه الانضباط؟ انت لو حصل حاجه زي دي واتفتحت اصلا في الاتحاد يمشي. الاتحاد اضعف من ان هو يناقش حاجه زي دي. لا لا صعب الموضوع، هم بيخافوا من الصوت العالي. لجنه الانضباط بتعمل ايه؟ تحقق في شكاوى الناس وتعاقب. شكاوى الناس بيجي لها منين؟ منين؟ من اتحاد الكوره. صح.
ايوه اتحاد الكره ما بعتله شكوى. هل حولها؟ انا بسال بقى ليه ما تحولهاش؟ ولا اي حاجه هتحصل. ليه؟ ولا اي حاجه هتحصل. ان هم قالوا بالنص ان احنا الاهلي مش هيحكمنا. ان احنا الاهلي مش هيحكمنا، هنا بقت الخطوره. هنا الموضوع بقى شخصي بحت، ما بقتش لوائح، ما بقتش قيم، ما بقتش لجنه مسابقات، ما بقتش لجنه انضباط، بقى الموضوع ان طالما الامر ده جاي من طرف النادي الاهلي يبقى فيه مسائل شخصيه عشان الاهلي ما يحكمناش. الاهلي لا يحكم، الاهلي مع اللوائح ومع المسابقات ومع لجنه الانضباط، بدليل هو الاهلي لما تم الضرر وقع عليه هو راح لمين؟ هو راح لك انت بصفتك انت المنظم للمسابقه، بصفتك انت الحاكم على الدوري المصري، فهو اللي جاي لك انت بيقول لك ده انت اللي بتحكم مش الاهلي بيحكم، او اللوائح والقوانين اللي بتحكم. فكره انك ترفض اللوائح والقوانين انها تحكم هي فكره بصراحه بتعرضنا لمزيد من الضغط، ومازال في ظل اللي بيحصل ده مازال مجلس اداره النادي الاهلي بجميع افراده وعلى راسهم الكابتن محمود خطيب ملتزم تماما بمزيد من ضبط النفس. شايف التركيبه دي ازاي؟ التركيبة دي أحمد لها أسبابها، يعني أنا شايف كل اللي بيتعرض ليه النادي الأهلي من ضغوط ومحاولات لجذبه لمصرع الأحداث الخاصة بفكرة وتطاول وطريقة مش طريقة النادي الأهلي، ده كان بيقتضي حاجة تخلي مجلس إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي بيتمسك بكل مواقفه، بيحارب عشان حقوقه، ولكن بفلسفة خاصة جدا. عايزين تفهموا أصل الفلسفة دي هنطلع للفيديو نسمع كابتن محمود الخطيب بيقول ايه عشان نفهم فلسفة النادي الاهلي. في واحد كان الحقيقة ابتدى يعني من الفريق اللي كان بيلعب ضدي يعني ابتدى يعني بيشتمني في يشتيمة بقى بألفاظ انا يعني كانت بالنسبة لي صعبة شوية. فالمهم رجعت البيت متضايق جدا، فجي بابايا بقى الوالد جيب الليل مالكو بتاع، المهم عارف القصه يعني، خدني جوه وقفل عليا، وكان دايما بيحب ينصح حد فينا بياخده كده لوحده ويتكلم معاه. فالمهم خدني بقى وقال لي محمود انا عايزك، لما حاسس انا متضايق وبفكر ان انا تاني يوم، قلت لاختي يعني ان انا تاني يوم اروح اتخانق معاه. فقال لي يعني انا محمود انا عايز اديك نصيحه يا ابني، كل باخلاقه. فانت النهارده باخلاقك انت مش باخلاق الراجل يعني، حتى يعني مش مظبط، انت 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 ليك اخلاق معينه، فانت تتعامل باخلاقك انت مش باخلاق الانسان اللي ممكن يتعدى عليك حاجه، فانت خليك انت باسلوبك انت بشخصيتك انت بتربيتك انت احسن. فده يمكن الحقيقه يمكن من الحاجات اللي خلتني لغايه النهارده يعني الحمد لله رب العالمين ما بعرفش حتى اقول كلمه يعني خارجه. هي دي فلسفه النادي الاهلي، ما بعرفش اقول كلمه حتى تتمسك عليا. كابتن محمود الخطيب ما بيقدرش يتعامل بالفلسفة دي، والمرء بالأخلاق يسمو ذكره، دي بيت شعر احنا اتعلمناه. فكرة ان انا حافظ على حقوقي ما بتتعارضش ابدا مع ان انا تمسك بأخلاقي، ومن اكبر الحاجات اللي بتحصل في مكونات العقل المصري حاليا بيتم تدميرها فكرة ان انا هاخد حقي بالصوت العالي او هاخد حقي بالتجاوزات، وابدا لن ينزلق الاهلي في هذا المنزلق يعني. بالتاكيد يا فارس، واحنا محافظين على ده، والكابتن محمود الخطيب بيكمل سلسله من تصرفات عظماء قادوا النادي الاهلي. والمناسبه حابين نقول للكابتن محمود الخطيب كل سنه وحضرتك طيب وبخير. كابتن محمود الخطيب احد ابرز مواليد شهر العظماء، هيكون عيد ميلاده ان شاء الله الاربعاء الجاي، احنا لسه هنكون طالعين الجمعه بالظبط، فلازم نقول له كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن محمود. وقلت لنا في الملعب وحضرتك بتنهي او بتنهي مسيرتك داخل الملاعب الف شكر. كل مره بالفعل عايزين نكرر لك احنا الف شكر لحضرتك، الف شكر لانك نموذج ومناره نقتدي بها في وقت الازمات. كابتن محمود الخطيب بيقول كل باخلاقه، عشان كده لساني ما طلعش اي جمله، ده اللي بيشهد بيه كتير جدا من جماهير الكره المصريه، ويمكن كمان المنافسين شاهدوا بيه. اكيد ده قدوه لينا ومزيد من ضبط النفس لينا والشباب كتير جدا، ان بالفعل حقك هتاخده باخلاقك مش باي تصرف تاني. واعتقد استكمالا لموضوع الاخلاقيات عايزين كمان نسمع فيديو لنائب رئيس نادي الاعلاميين بيتكلم عن واقعة حصلت في مباراة الاهلي ونادي الاعلاميين الودية، نشوف الفيديو. شهادة نعتز بيها، الاهلي بالفعل مش محتاج للشو الاعلامي، بس كده احنا بنؤكد على فكرة استمرارا لسلسلة اخلاقيات النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب تواصل، وكمان مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ
تواصل والاثنين او اي حد من طرف النادي الاهلي ما طلعش بتصريح واحد عن الواقعه دي. زي بالظبط النادي الاهلي وهو طبعا بيداوي ابنه مؤمن زكريا كان واخد قرار مجلس اداره ولم يتم الاعلان الا لما بعض تردد ان هو ممكن يساعد بعلاج مؤمن زكريا. اعتقد النادي الاهلي الحريص على ابناء الانديه الاخرى في المباراه الوديه اكيد هيكون اكثر حرصا على ابنائه، فكانت رساله حابين نوصلها. وبرضه لحفظ الحقوق الفيديو اللي اعلناه عن كابتن محمود خطيب هو الاحد طبعا رواد السوشيال ميديا عماد محروس. احنا دايما بما ان الفقره دي فقره السوشيال ميديا وفقره نبض الجماهير، فدايما اي حاجه بنقتبسها منهم هنا في البرنامج لازم نديهم حقهم. واعتقد بما اننا ذكرنا السوشيال ميديا واجب عزاء لصديق عزيز وهو حماد السعودي. حماد السعودي الحقيقه كان بيمر بفتره مرحله صراع مع المرض وفتره حرجه جدا، ويمكن كمان يعني للصدف ان كان دكتور احمد ثابت زميلنا هنا في قناه النادي الاهلي هو كان احد الاطباء المشرفين على علاجه في المستشفى، ولكن وفاته المنيه بالامس طبعا عمل حاله كبيره على السوشيال ميديا، حاله حزن. طبعا بنقول له البقاء لله وربنا يغفر له ويرحمه وكمان يصبر اهله. اعتقد يا فارس كان حماده جزء مؤثر امبارح في السوشيال ميديا بعد خبر وفاته. ربنا يرحمه يا احمد. وممكن ناس كتير جدا من اللي بيتفرجوا علينا من خارج السوشيال ميديا ما يعرفوش حماد السعودي، ولكن من اهم اسباب ودوافع البرنامج ده ان هو حلقه ربط حماده السعودي وناس كتير جدا بيحبوا الاهلي وبيعشقوا الاهلي. النادي الاهلي مش نجومه بس لاعبين، مش نجومه بس اداريين، حتى جمهور النادي الاهلي نجومه. فكره عائله النادي الاهلي اللي الاهلي بيحرص عليها دلوقتي بقت موجوده دلوقتي اكتر من اي وقت مضى. اكيد يا فارس، ولكن زي ما السوشيال ميديا لها مميزات اعتقد السوشيال ميديا برضو لها مساوئ. طبعا يا احمد رد فعل الاحداث اللي حاصله كان في تعاطي غريب من بعض الصفحات مع الفكره. الوزير المحترم دكتور اشرف صبحي توجه لمنزل الكابتن محمود الخطيب نتيجه طبعا الظروف الصحيه اللي كان بيمر بيها كابتن محمود الخطيب عشان نخرج بالازمه. احد الصفحات الخاصه بنادي الزمالك بدون ذكرها طبعا لان احنا بنتناول المبدا نفسه كانت بتتكلم عن فكره التدخل الحكومي. حضرتك لازم تدرك يعني ايه تدخل حكومي لما اتحاد الكوره يكون فيه تقاعس في اداء دوره ويكون فيه المسؤولين الكبار بيحاولوا يقولوا خارطه طريق للخروج من الازمه. ده ملوش علاقه بالتدخل الحكومي، التدخل الحكومي في لوائح كره القدم والقوانين الدوليه الخاصه المنظمه بكره القدم معناه ان اتحاد الكره يخرج باحد القرارات ويجي الدوله يكون لها توجيه تاني وتجبر الاتحاد على تنفيذها لاسباب خاصه، وبيكون كمان ده محل دراسه، مش ان انا اخد صوره للسيد الوزير وهو قاعد في منزل كابتن محمود الخطيب يبقى ده تدخل حكومي. لو انت مفهومك الضيق جدا بالمستوى ده فصدقني الموضوع لا يمكن تناوله باكتر من السخريه. لا، والموضوع كمان انت عارف يعني ايه تدخل حكومي؟ تدخل حكومي ده يعني ممكن يطلع قرارات بتجميد النشاط. يعني هل انت مستعد للدرجات دي مش تفكر فارق معاهم يا احمد تجمد النشاط في مصر وتجمد يعني نشاط الكوره في مصر على اساس تقول تدخل حكومي ومش تدخل حكومي؟ لكن الحقيقه وهنا برضو بنرجع لفكره المسؤولين، لما نيجي في وقت من الاوقات نقول اصل مصر فيها ظروف غير امنه فعشان كده ما سددناش مستحقات فلازم اتوقع من الجماهير انها تصدر منها حاجات زي دي، ولكن نتمنى اصلاح هذه السلبيات ونتمنى زي ما قلنا تبقى منافسة داخل الملعب فقط لا غير. الحقيقة كمان استكمالا لموضوع الأخلاقيات، بعض الإعلاميين ربما نكون على اختلاف في بعض وجهات النظر معهم، ولكن لما يتم التعرض ليهم بالإساءة لازم ندعم موقفهم، خاصة الكابتن هاني حتحوت الأستاذ إبراهيم فايق. لينا خلافات كتير انا وفارس ممكن في وجهات النظر كتير، ربما كمان الانتماء مختلف اهلاوي وزملكاوي، لكن في النهايه طالما في مقدم برامج بيقدم وجهه نظره او بيعرض وجهه نظره دون تطاول او تجاوز او خروج عن النص ما نسمحش ان اي حد من عناصر المنظومه يتطاول او يتجاوز، لان لو سمحنا النهارده ليهم هنسمح بعد كده لانفسنا، وكده بالظبط زي فكره اكلنا يوم اكل الثور الابيض. بالظبط، انت بتسجل في مرماك. اي حد يا جماعه المنظومه دلوقتي ان لم تتكاتف وتدرك ده جيدا وان احنا في ميثاق رياضي حتى لو غير معلن كلنا بنتفق حواليه، اي واحد بيتفرج دلوقتي وساكت وبيقول ان المشكله مش معايا صدقني سياتي دورك. بالظبط، وعشان كده احنا اتكلمنا عن الناس حتى خارج القناه، طبعا كل التضامن اصل بديهيات ان انت اي حد
في تطاول او تجاوز على اي حد داخل القناه. كابتن اسلام الشاطر، باشمهندس عادل القيعي، استاذ ابراهيم المنيسي، اي حد هنا داخل القناه طبيعي ان احنا نتضامن معاه، لكن احنا كمان بنقول لا، ده احنا بنتضامن مع المختلفين معهم في وجهات النظر، وبنطالب ان لابد من احترام كل مقدم البرامج وكل احد في مهنته لابد من احترامه، ويكون المحور دايما المحتوى مش التطاول على الشخص او التجاوز على الشخص. نتمنى تكون الرساله وصلت، ويتمنى يكون دعمنا او تضامننا مع الاستاذ هاني حتحوت والاستاذ ابراهيم فايق وصل للناس. وفي تضامن تاني ونوع اخر من التضامن، تضامن مع من تحبه ومن لا تملك الا ان انت تحبه. محمد محمود واصابه، احنا امبارح حاله السوشيال ميديا كلها كان في حاله من الحزن لاسباب كتير جدا، سواء وفاه مشجع اهلاوي او اصابه محمد محمود، وانت هتواصل المشوار تاني. جمهور النادي الاهلي صدقني امبارح دعوات، محدش عارف ايه ممكن يعمله يساعدك وما حاولش يعمله، يمكن حبوا يعملوا لك حاجه بسيطه نشوفها، وصدقني ان شاء الله هترجع الملعب اقوى وهترجع تطير تاني زي نسر الاهلي. نطلع للفيديو. مليون سلام عليك يا عظيم، وان شاء الله ترجع احسن من الاول، ومستنيينك، وشد حيلك نبدا فتره علاجك سوا ان شاء الله. الف سلام عليك يا نجم. نقول للكابتن محمد محمود، اذا حب الله عبدا ابتلاه، قدر الله ما شاء فعل، وكل من يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وان شاء الله ترجع لنا الملاعب احسن من الاول بكتير. الف سلام عليك كابتن محمد محمود، ان شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك يا رب وترجع احسن من الاول. ألف سلامة للاعب الكبير محمد محمود، إن شاء الله هترجع بألف سلامة، منتظرينك، كل جمهور الأهلي مستنيك. ألف سلامة عليك، وإن شاء الله ترجع أقوى من الأول، جمهور الأهلي في ظهرك، ادعم محمد محمود. ألف سلامة عليك يا محمد، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، ربنا يتم شفاك على خير إن شاء الله. ألف مليون سلامة محمد محمود، وإن شاء الله ترجع أحسن لاعب في أفريقيا، مش بس في مصر. محمد محمود، ببعت لك من الكويت وبقول لك الف سلام عليك يا بطل، وان شاء الله ترجع احسن من الاول وتكسر الدنيا كمان. سلامات يا نجم. سلام لنجمنا محمد محمود، الف سلام عليك يا نجم مصر، كلنا معاك وهترجع احسن من الاول ان شاء الله، مستنيينك يا بطل. الف سلام عليك يا كابتن محمد، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ان شاء الله ترجع لنا اقوى وترجع لنا بالف سلام، مستنيينك، الجمهور الاهلي في ظهرك وبيدعمك، ان شاء الله خير. كابتن محمد محمود، انت اقوى من الصليبي، وان شاء الله هترجع اقوى واقوى، معتز الكفارنا فلسطين. الف سلام عليك كابتن محمد، وترجع بالسلامه ان شاء الله واحسن من الاول، وكلنا معاك. محمد محمود، ربنا بيحبك وهترجع احسن من الاول ان شاء الله باذن الله، جماهير الاهلي في السعوديه معاك، بنحبك يا محمد، مستنيينك احسن من الاول. محمد محمود يا عالمي يا حريف يا نجم مصر، اقسم بالله حديد، وهترجع احسن من الاول باذنك يا رب. الف سلامه يا غالي وجمهور الاهلي كله وراك، مستنيينك يا بطل، وان شاء الله ترجع لنا احسن من الاول. بقول للكابتن محمد محمود، الف سلامه عليك يا نجم، ان شاء الله ربنا يكرمك وترجع لنا احسن من الاول، جمهور النادي الاهلي مستنيك. كابتن محمد يا بطل، ان شاء الله ترجع احسن من الاول، وجماهير الاهلي كلها معاك في ظهرك وكلنا مستنيينك. محمد، والله الواحد حزين من ساعه ما سمع خبر اصابتك للمره الثانيه، بس انت بطل، ان شاء الله هتقوم منها بالف سلامه، الملعب مستنيك ترجع تاني. محمد محمود اللي كان مكسر الدنيا، ان شاء الله ربنا يومك بالسلامه ويشفيك ويعافيك يا رب ان شاء الله. الاصابه قدر، بس حب ودعم جمهور النادي الاهلي قدر موازي يصبرك عليها. اذا كان ده جمهور النادي الاهلي، فهنشوف الكليب اللي عمله فريق الإعداد والإخراج لمحمد محمود. أهلا بحضراتكم مرة أخرى وفقرة أون سبوت. الحقيقة طبعا شفنا الكليب اللي ختمنا بيه الفقرة اللي فاتت للاعبنا محمد محمود، اللي بنتمنى له طبعا كل الشفاء. أعتقد أمر صعب جدا تكون راجع من إصابة طويلة جدا، وعمال تقول للعيبة أنا جعان كورة، فيجي إصابة مرة أخرى، ولكن في القدم الثانية بنقول له إن شاء الله أنت قدها، وإن شاء الله جماهير نادي الأهلي منتظراك، وما تستعجلش، في جماهير ودعم كبير جدا من جماهير النادي الاهلي ليك، باذن الله هتبقى توصل لمكانه تستحقها كمان من خلال البطولات واللعب، وهتعود سريعا باذن الله. فقرتنا النهارده في اون سبوت هتكون مختلفه شويه، وفيها بعض القاء الضوء على الماضي، لكن في حدث حصل الاسبوع ده حبينا بس ندعم لاعبنا الكابتن احمد فتحي، ومش عشان هو احمد فتحي فارس لاعب النادي الاهلي، لكن عشان هو احمد فتحي نجم منتخب مصر خلال حوالي 17 او 19 سنه. الكابتن احمد فتحي بيشارك من منتخبات 16 سنه و20 سنه وفريق اولمبي وفريق اول. كابتن احمد فتحي بعض الكلام تردد عن ان شاره الكابتن
في حالة انضمام المنتخب يمكن تبقى تتسحب منه وتروح لنجمنا محمد صلاح. وهنا الكلام ملوش علاقة خالص بالنجم محمد صلاح، ولكن له علاقة بقيمة أحمد فتحي كلاعب دولي مؤثر من هو في النادي الإسماعيلي مع الكابتن حسن شحاتة، حصل الأمم أفريقيا للشباب مع الكابتن حسن شحاتة، صعد كأس العالم للشباب، لعب كأس عالم كبار، كمان شارك في الحصول على 3 أمم أفريقيا فارس. أعتقد إنجازات أحمد فتحي دولية كبيرة جدا. لاعب رائع وشخصية قلب الأسد، نقدر نقول أي حاجة عن أحمد فتحي لها علاقة بالرجولة والروح والقوة وكل حاجة بمواصفات القائد والمسؤولية. أكيد جماعة احنا تعرضنا لمشاكل سابقة نتيجة شارة قيادة المنتخب في بطولة الأمم الماضية، عايزين نتعلم الدرس. وأنا شايف إن في بس تحفظ كده إن المنتخب حواليه لغط كتير وفكرة إنه بيصدر أزمات لنفسه، مش أول أزمة. أعتقد محتاجين نفكر بشكل مختلف. ومحمد صلاح لاعب محترف زي ما قلنا وخارج الأزمة. هندرسون في ليفربول مثلا لما بيبقى كان موجود مثلا في شرط القيادة معاه، محمد صلاح متقبل ده بشكل كامل. فإحنا بنتكلم في منتخب مصر، أكيد محمد صلاح مش هيزعل عشان اللي لابس شارة القيادة لاعب رائع وراجل اسمه أحمد فتحي. أنت اللي بتصدر لنفسك الأزمة، ونتمنى مزيد من الهدوء. مش بس أنت كده، كمان بتضرب في ثوابت اعتدنا عليها في منتخب مصر، ان انت كده هتخش في مرحله تانية خالص، مرحله مركز اللاعب او احتراف اللاعب او النادي اللي بيلعب فيه اللاعب، كلام طبعا مش حابين نوصل له. تدخل للتقييم الفردي بين اللاعبين، انا دلوقتي في نادي اكبر انت في نادي اكبر، وما بين الانتقالات بقى بتاع اللاعبين نفضل نبدل في الشاره لحد ما كل اسبوع نشوف مين الافضل في المباراه بالظبط. فموضوع صعب جدا وضرب في قيم وثوابت المنتخب. اتمنى من الكابتن حسام البدري والكابتن محمد بركات ياخدوا بالهم من النقطه دي تماما، بما انك نويت تضم الكابتن احمد فتحي وهو يستحق الانضمام لمنتخب مصر، فتاريخ كابتن احمد فتحي كبير وعظيم، وشاره القياده هو يستحقها تماما. اما لو انت حابب تسحب شاره القياده من كابتن احمد فتحي فليك طبعا كامل الحق انك بقى ما تضموش للمنتخب لو انت حابب، وبلاش تروج لفكره الاسباب الفنيه، لان احمد فتحي حاليا يستحق التواجد ضمن منتخب مصر. خلاص انتقلنا من نقطه احمد فتحي اللي بناكد دعمنا ليه مش عشان هو لاعب في النادي الاهلي، ولكن عشان لاعب دولي يستحق شاره القياده، ومفيش احق منه موجود على الساحه في تحمل شاره قياده المنتخب مصر. النقطه الثانيه بقى فون سبوت، واحنا حبينا المره دي نعملها بشكل مختلف. مباراه الاهلي مش موجوده، فمباراه الاهلي وحشتنا، ففارس هيعمل لنا اطلاله على الماضي مع مستر هيديكوتي مدرب النادي الاهلي العظيم في السبعينيات. بص احمد، مستر هيديكوتي كنز خباه النادي الاهلي كمدرب في الفتره اللي دربوا فيها في رايي عن عيون كبار الانديه في اوروبا. مستر هيديكوتي ما ينفعش يكون عندك حد بالعبقريه دي وبالامكانيات دي كمدرب وكلاعب وما نلقيش الضوء عليه بالقدر الذي يستحقه. جمهور النادي الاهلي الموجود دلوقتي كتير جدا ما عاصرش احداث مستر هيديكوتي، يمكن احنا ما عاصرناهاش زيكم بس نقبنا في التاريخ عشان نقدر نكلمكم عن مستر هيديكوتي. مستر هيديكوتي من اعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ منتخب المجر الذهبي اللي لعب نهائي كاس العالم سنه 54. مستر هيديكوتي يعرف في كره القدم انه اول لاعب تم استخدامه بفكرة المهاجم الوهمي، لاعب رقم 9 الوهمي فولس 9. هو أول لاعب احنا بنتكلم عن فولس 9، أول لاعب نتكلم ان هو تم استخدامه بالشكل ده. هيديكوتي كان من نجوم منتخب المجر اللي مع بوشكاش وصلوا نهائي 54. عايزين كمان نتكلم ان هيديكوتي بيقول كان قلب الهجوم يواجه صعوبات متزايدة بسبب الرقابة اللصيقة عليه، فظهرت فكرة سقوط المهاجم عشان يدي أفضلية للاعب بين ثنائيين يدخلوا في مكانه ويكون خاليين من الرقابة. دي عبقرية مستر هيديكوتي. عايزين نتكلم عن مستر هيديكوتي كمان في عين لاعب من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وهو بوشكاش. قال إنه لاعب عبقري يجيد قراءة الملعب وإمكانياته تتناسب مع هذا الدور تماما، يتمركز أمام خط الوسط يصنع تمريرات سحرية ويجذب خط دفاع الفريق المنافس فيتركون أماكنهم وينطلق انطلاقات رائعة ليسجل. مستر هيديكوتي كان قريب الشبه جدا في الأداء من النجم الأسطوري ليونيل ميسي.
عايزين نتكلم كمان ان صحيفة الجارديان العالمية قالت عن مستر هيدوكوتي هو الاب الروحي للكرة الشاملة. اذا كان منتخب هولندا في السبعينات كان لاعب الكرة الشاملة، فهيدوكوتي من احد نواة الكرة الشاملة تاريخيا، العمود الفقري لمنتخب المجر العظيم مع المدرب جوستاف سيبس اللي كان بيشرف على منتخب المجر اللي كان بيلعب بطريقة 4-2-4، كان بالنسبة له هيدوكوتي هو حجر الزاوية في الطريقة دي يا أسامة. الحقيقة منتخب المجر عمل في الخمسينيات كان فريق أسطوري أو منتخب أسطوري لدرجة أنه من سنة 1950 ل 1956 لم يخسر أي مباراة قدام أي منتخب، لكن من حظه السيء أن المباراة الوحيدة اللي خسرها كانت نهائي كأس العالم 1954، منتهى سوء الحظ. مش كده وبس، منتخب المجر فاز على إيطاليا في روما 3-0، وفاز على الأرجنتين وعلى البرازيل بنتيجة 4-2 بالتناوب، وفاز كمان نتيجة كبيرة جدا على انجلترا في ويمبلي 6-3. كان هيدوكوتي أحرز في المباراة دي 3 أهداف اللي هو هاتريك، كمان فاز عليه مرة أخرى 7-1، فكانت نتائج عظيمة لمنتخب المجر. ويمكن احنا قابلنا المجر قبل كده لكن 34 تقريبا، ولكن في الخمسينيات كان منتخب متفوق جدا. هيدوكوتي الحقيقة كان لاعب استثنائي وكمان كان مدير فني استثنائي. احنا زي ما قال فارس يعني خطفناه من العالم كده، جاء في حقبة بعد طبعا الحرب وبعد انتهاء الحرب، نادي الاهلي لعب موسم 71-72 حق مركز رابع، وكان الكابتن صالح سليم وقتها مدير الكرة، وله تصريح شهير جدا للكابتن صالح سليم، هو قال انا بعد بفريق لكن محدش يطالبني ببطولة غير بعد 3 مواسم. هيدوكوتي مع فريق التلامذة قدر يبدأ من اول موسم يسلك طريق البطولات، اعتقد كان مدرب عظيم للنادي الاهلي. وحتى كمان هيدوكوتي بدا يعني يصنع لاعب مركز اللي هو لاعب الارتكاز، وتطرق عليه بعض اللاعبين. اعتقد يا فارس تاريخ هيدوكوتي كلاعب ومدير فني في انجازات كتير. طبعا مستر هيدوكوتي كان المشرف والمطور لفكره جيل التلامذه، كابتن محمود الخطيب، كابتن مختار مختار، كابتن فتحي مبروك، وكان إضافات من بره زي كابتن محسن صالح أو كابتن طاهر الشيخ اللي قدر يأسس بيهم جيل بيسيطر على البطولات، قدر يأسس بيهم جيل مختلف تماما. هيدوكوتي يا أسامة توج مع النادي الأهلي بالدوري سنة 75-76-77، خسر الدوري 78 بالهدف الاعتبار الشهير، ورجع بعدها 79-80 حقق بطولة الدوري تاني. ده زي ما اتكلمنا 12 موسم اتلعب منهم 6 مواسم بسبب ظروف الحرب النادي الاهلي بعيد عن الدوري. الراجل ده لما جاء عمل حاجة على مستوى العقلية الفردية للاعب وبشكل جماعي على مستوى الفريق. الراجل ده دخل كرة قدم في مصر كان الأندية في مصر بعيدة عنها. هنستعرض حاجات جاية كتير جدا هتعرفوا مدلول ده فنيا في الملعب كان عامل ازاي أسامة، ولكن في وقعة خاصة غير بطولات الدوري محتاجين نقف عندها مميزة لهيدوكوتي أسامة. هو موسم 78 بما انك ذكرت هو الموسم الوحيد اللي نال الأهلي فقط فيه بطولة الدوري بهدف اعتباري. الحقيقة كان ليه قصة الموضوع ده، ان البطولة كانت ممكن وقتها بتتحسم بفارق هدف، ونادي الزمالك كان له مباراه مع نادي المحله، وطبعا جماهير المحله القى الطوبه، فالطوبه دي حسبت النتيجه، كان الزمالك متقدم 1-0، حسبت النتيجه للزمالك 2-0. الحقيقه وقتها تقبل الزمالك الموضوع بصدر رحب جدا لان الامر كان في صالحه، لكن عايز احكي واقعه حصلت في سنه 76 كانت برضه بين الزمالك والمحله، والمحله متقدم على الزمالك 2-0 وكابتن طه بصر جاب جول بقت 2-1. جماهير الزمالك تم القاء طوبه فاتصاب لاعب المحله عمر عبد الله، لما اتحاد الكره حسب وقتها المباراة لصالح المحلة نادي الزمالك أعلن انسحابه من مسابقة كاس مصر، وكأن يعني الموضوع ليا أوكي عليا أنا معترض وبنسحب من المسابقة، وعمل وقتها احتجاج كبير جدا. وكان اتحاد الكرة في طريقه في سنة 76، احنا بس نلقي الضوء على النقطة دي، كان حابب كمان يصعد نادي الزمالك لمواجهة النادي الأهلي، كان مجموعتين ويلعب النهائي، لكن النادي الأهلي أصر على موقفه والمحلة أصر على موقفه، وتلعب النهائي بين الأهلي والمحلة. أما في كأس مصر بعد ما خسرنا الدوري بهدف اعتباري طبعا الأهلي بيطلع شوط أول ومهزوم من الزمالك 2-1. مستر هيدوكوتي هيخسر الدوري والكأس، الموقف صعب جدا. تعالوا نشوفوا الكابتن محمود الخطيب وقتها كان كابتن النادي الأهلي اللي كان مقرب جدا من الكابتن هيدوكوتي، لان كابتن هيدوكوتي كان شايف في كابتن محمود الخطيب اللي كل العالم وقتها كان شايفه ان هو لاعب اسطوري يستحق شاره قياده النادي الاهلي. تعالوا نشوف الواقعه دي ونرجع تاني نعقب عليها. كنا مره في ماتش اهلي وزمالك،
وكاس مصر، وكان الزمالك فاز بطولة الدوري العام، وكان نهائي كاس مصر، واول تايم احنا كسبين 1-0، واخر دقيقه في اول تايم الزمالك تعادل 1-1 في تاني تايم. في اول تايم دخلنا اوت ليفز، كنت انا كابتن التيم، فدخلنا اوت ليفز انا كنت بلعب، فجي مستر ديكوتي راح داخل مزعق للعيبه وراح واقف جنب الحيطه كده شويه، فانا فاكر واقف مستني الولاد على ما يغسلوا وشهم مش عارف ايه يقعدوا عشان يكلمهم يعني. فالولاد قعدوا، اللعيبه زمايلي قعدوا ومستنيين يتكلم، ما اتكلمش، فرحت رايح له بصفتي كابتن تيم بقول له مثلا كنت الاولاد مستنينا، فلقيته دموعه ونازله بقى بيعيط يعني، هو فرش معاه وحقق النادي الاهلي، ممكن ما تفرقش معاه وحقق بطولات كتير، فليه بيعيط؟ بيعيط انه بيحب النادي. فلقيته قال لي مش قادر اتكلم، فعلا ما اتكلمش، ونزلنا تاني تايم والزمالك جاب الجول التاني. اتكلمته بقى باسلوب تاني بصراحه، ساعتها كنت كابتن تيم قلت له دلوقتي انت بتاخد فلوس عشان تتكلم، تاخد فلوس عشان تدير الناس، ما تاخدش فلوس عشان تقعد ساكت يعني. طبعا كان اسلوب تاني خالص واسلوب عنيف بالنسبه له، فالراجل اتكلم وعمل تشكيل يعني بقى ده قدرته بقى الكبيره جدا، عمل تغيير في الملعب سريع قوي. ازاي كان الخطيب وطاهر وازاي كان مطلوب منه واحد راح مزود عدد الفراوده بتاعت النادي الاهلي، والحمد لله اخر ربع ساعه ربنا وفقنا وكسبنا المباراه. وكان من قديم الازل علاقه المدير الفني الاجنبي بالنادي الاهلي بتصل عشقا حد البكاء. مباراه الاهلي والزمالك 78 مباراه اسطوريه، ويذكر عن المستر هيديكوتي ان عمره ما عمل تغييره والفريق متاخر الا لما كانت التغييره ايجابيه، واعتقد كابتن محمود الخطيب في نهائي كاس مصر كان تغيير ايجابي وايجابي جدا، وقدر النادي الاهلي يحول الهزيمه من 2-1 في موسم كان النادي الاهلي هيخرج فيه بدون بطوله الى 4-2 ليرد النادي الاهلي على خساره الدوري سنة 1978 اللي بهدف اعتباري، وبالمناسبة التحكيم كان له دور كبير جدا في إلغاء أهداف محققة من هدف في المباراة النهائية بين الأهلي والمحلة للاعب النادي الأهلي، تصويبه من نص الملعب تم إلغاء المباراة. على الجهة الأخرى كان الزمالك بيلعب في الإسماعيلي وتم وأحرز الزمالك هدف تاني حقق بيه لقب الدوري. أعتقد ملحمة مستر هيديكوتي مع لاعبين كلهم كانوا 19 سنة و20 سنة وجيل تلامذة، أعتقد ملحمة فعلا تستحق الذكر، وإن كان مستر هيديكوتي الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصاه عشان تكون الصورة مكتملة هو الحصول على أي بطولة أفريقية مع النادي الأهلي. ده بقى اللي احنا هنتكلم عليه في وجهة نظر ازاي تعرف المدرب العبقري. في رأي أحمد في حاجتين، المدرب العبقري هو اللي بيطور الأداء الفردي لبعض اللاعبين لأن مش كل اللاعبين قابلين للتطور الفردي، ودي قاعدة في كرة القدم، وبيطور الأداء على المستوى الجماعي، وده كان بصمات مستر هيديكوتي واضحة فيه جدا. كابتن محمود الخطيب ليه فيديو مش هنقدر نعرضه لأنه لا يلقب الحقوق، كان بيتكلم عن فكرة دور مستر هيديكوتي معاه على المستوى الفردي. يعني ايه كابتن محمود الخطيب بينزل الساعة 6 الصبح مع مستر هيديكوتي ومعاهم عامل غرفة الملابس في النادي عشان خاطر مستر هيديكوتي بنفسه يعمل اكتر من 20 او 30 عرضية لكابتن محمود الخطيب لحد ما يقدر يتقن فكرة التسجيل الاهداف بالرأس، لانه كان شايف ان هي سلبية. كمان عايزين نتكلم في فكرة زي ما مستر مانويل جوزيه، ودي قناعه شخصيه عندي، كان ليه دور كبير جدا بعد ما جه موسم 2011 اللي ما كملش فيه ومشي بسبب ظروف احداث يناير في الثوره، كان كمان الدور واضح ليه في بطولتين افريقيا اللي حققهم النادي الاهلي بعد كده. طبعا اكيد كابتن محمد يوسف واكيد كابتن حسام البدري لهم دورهم، واكيد طبعا هم اللي ياخدوا النصيب الاكبر، ولكن كان ليه لمسته. ده اللي عمله مستر هيديكوتي مع كابتن محمود الجوهري لما حقق بطوله افريقيا 82، كان بصمه مستر هيديكوتي موجوده في عقليه اللاعب وكمان الاداء الجماعي، وكمان فكره تطوير اللاعبين اللي هو طورهم فرديا، وصلنا لمرحله من النضوج للاعبين. ده اكيد يا احمد، وعشان كده في ربط. الربط بيحصل ازاي؟ كابتن شطه لما كان بيتكلم عن فكره تطوير مستر هيديكوتي ومحمود الجوهري ليه، لان لولا مستر هيديكوتي ما كانش كمل. هنرجع الفيديو بس حابب اقول حاجه كمان، كابتن مجدي عبد الغني هيديكوتي قال كلام سابق عصره، حابب اقول لكم الكلام نصا. كان بيلوموه في فكره كابتن مجدي عبد الغني في البدايات، وطبعا كابتن مجدي اول ما ظهر كان اللاعب اللي ادواره تكتيكيه اكتر منه مهاري، في عصر كان اختيار اللاعب المهاري هو الاميز ما كانش شيء يعني الناس بتألفه بشكل كبير. كان مستر هيديكوتي قال ايه بقى؟ قال المهارة تمثل لي 40% في اختيار اللاعب، بينما الانضباط الفني واللياقة البدنية تمثل 60%. مجدي عبد الغني سيكون الأطول عمرا في الملاعب وسيحترف في أندية أخرى.
كان مستر هيدوكوتي شايف اللاعب اللي قدامه بشكل تكتيكي. كابتن شطة كان بيتكلم ان لولا مستر هيدوكوتي وتوظيفه ليه اللي هو لاعب مش مهاري كان صعب جدا يكمل في النادي الاهلي. نشوف الفيديو ونشوف كابتن شطة قال ايه عن مستر هيدوكوتي. تعتبر من المباريات اللي هي يعني هيستوريكال حاجه كده تاريخيه تاريخ يعني احفظها يعني. فواضح انه واضح انه هيدوكوتي كان له يعني خبره كبيره بصمه على الكوره كلها عامه يعني. حقيقه هذا الرجل لولاه ولولا جوهري انا ما كنتش لعبت في النادي الاهلي حقيقه. لانه ما كانش في مدرب هيقدر يوظفني التوظيف ده. لان انا اقتنعت انا حقيقه برضو عندي قدر من الذكاء لان انا كنت اساسا عارف كويس ان انا مش قادر العب مع المجموعه دي. وانا مش ابن من ابناء النادي ولا جاي بفلوس ولا جاي يعني صفقه يعني. فقلت بقى الحل الوحيد ان انا اشوف المدرب عايز مني ايه. كنت عندي قناعه ان صعب العب مع المجموعه دي اللي خلى كابتن شطه يلعب فكر مستر هيدوكوتي. عندك تعقيب مهم في القصه دي يا احمد؟ لان بالفعل مستر هيدوكوتي ما كانش بس مع كابتن شطه وكابتن مجدي عبد الغني، ولكن انا حابب بس القي الضوء على فكره تصريح اللياقه البدنيه بتمثل عند مستر هيدوكوتي 60%. الحقيقه مستر هيدوكوتي له واقعه شهيره جدا وقتها الاعلام الرياضي ما كانتش مستصاغه بالنسبه له، ان وقتها كان الفرق لما بتيجي بتعمل حاله الاحماء او التسخين بتعملها في غرف الملابس. مستر هيدوكوتي اول مدير فني ياخد لاعبي فريقه او اللي هو لاعبي النادي الاهلي ويعمل التسخين في ارض الملعب قبل تلت ساعه من المباراه. دي كان حاجه طريفه بس الاعلام وقتها قالوا نص كده قالوا بانه مدرب مجنون، انت لان كانت الفكره طالعه ان كله بيتدرب في اوضه اللبس، ده طلعهم للملعب قبل تلت ساعه من المباراه. دي عبقريه مستر هيدوكوتي يا احمد اللي احنا حبينا كمان نشوف انعكاسها في حاجات زي النتائج. ناخد الاول احمد عيد الكابتن احمد عبد الباقي. ناخد كابتن احمد عبد الباقي استكمالا لفكره التطوير. الكابتن احمد عبد الباقي له وقع شهيره ايضا لما جه النادي الاهلي، وقتها وكان احتياطي لكابتن حسن حمدي. فاللي حصل ان اول تمرينه قال له العب باك يمين مستر هيدوكوتي توظيف فطبعا كان غريب وقتها على كابتن احمد عبد الباقي، قال له لا انا سرد باك، قال له اطلع بره. بالفعل طلع الكابتن احمد عبد الباقي بره وقعد في البيت يومين ثلاثه ما بيروحش، فاستدعوه طبعا. وقتها جاء الكابتن صالح سليم قال له ايه المشكله؟ قال له انا بلعب بسيرد باك ومستر هيدوكوتي عايزني العب باك يمين. قال له مره ثانيه ما تكررش حاجه زي دي. والمدير الفني احنا بس بنرسخ لفكره ازاي مدير الكره بيتعامل مع اللاعب وازاي بيدعم وجهه نظر المدير الفني. طبعا كابتن صالح سليم غني عن التعريف في النقط دي، قال له مره ثانيه ما يحصلش الخطا ده لان هيكون العقاب عسير. المدير الفني عايزك باك يمين تلعب باك يمين، عايزك نص ملعب العب نص ملعب. وبعد كده تفهم الكابتن احمد عبد الباقي ان مستر كوتي قال احنا خسرنا مباراه كاس بسبب خطا من الجبهه دي، فكان شايف ان هو بالقدرات بتاعته يقدر يسد الجبهه اليمين. وبالفعل كابتن احمد عبد الباقي اصبح باك يمين مع مستر هيدوكوتي في تصنيف اللاعبين. وقعتين مهمين جدا فيهم درسين، اولا فكره المدرب القادر على التطوير والمدرب اللي سابق زمنه بكتير جدا. عشان كده احنا بنوريكم مستر هيدوكوتي كما لم تروه من قبل، مستر هيدوكوتي بعين مختلفه. ولكن موقف كابتن صالح سليم يذكر فيشكر طبعا، في حاجه مهمه جدا محتاجين، لان الموضوع لو حدث فردي ماشي. كابتن ياسر ريان كان ليه برضه وقع بيحكي فيها ان كان احد المدربين بيشرف عليه وكان بيديه ادوار دفاعيه كتير جدا. فكابتن صالح سليم نفسه كان شايف ان كابتن ياسر ريان اداؤه قل، فجابه اتكلم معاه فكره ان انت ادائك تراجع جدا، فقال له اصل المدرب طالب مني واجبات دفاعيه ومش طالب مني ان ازيد واسيب مكاني وكده. قال له المدرب صح، اعمل المدرب بيقولك عليه. ففكره ثقافه رئيس النادي اللي بيساعد اللاعب دي حاجه، بيساعد اللاعب وبيساعد المدرب بالضبط. لان هم ما انا لو المدرب كلامي مع اللاعب مختلف عنه هيبقى ازمه. دي ثقافه مميز بيها النادي الاهلي في فكره كل واحد عارف دوره ايه. بالتاكيد وحابين نذكر ان الفتره اللي تولى فيها مستر هيدوكوتي تدريب النادي الاهلي كان مع الكابتن صالح سليم مدير الكره بعض الاوقات، والكابتن عزت ابو الروس بعض الاوقات. والحقيقه المجموعه دي مع جيل التلامذه ده اسفروا عن نتائج كبيره جدا، ونتائج يمكن مستر هيدوكوتي مؤسس نادي السداسيه في النادي الاهلي، فكره السداسيات اللي كانت بتحقق في نتائج الاهلي. الناس هتسمع ارقام تخض. بالظبط. النادي الاهلي في موسم اكبر نتائج لها تحت هيدوكوتي 6-0، حصلت طبعا اربع مرات انديه كبيره، لا انديه كثيره، مصنع 36 والمنيا وطنطا والاولمبي، و5-0 حصلت موسم 75 و76 و77، وكمان 5-1 حصلت مع فريقين، و4-0 حصلت مع اربع فرق. لكن كانت اكبر نتائج الاهلي تحت قياده مستر هيدوكوتي
هي المحلة 4-0 ومنتخب السوسو المصري، اشتركوا 3-4-0 و4-1 المنصورة البلاستيك والمصري، و4-2 طبعا مباراة الزمالك الشهيرة اللي احنا لسه متكلمين عنها في نهائي كاس مصر 1978. نتائج كبيرة حققها النادي الاهلي تحت قيادة مستر هيديكوتي باهداف وفيرة طبعا. ولسان حال مستر هيديكوتي لا مش كده وبس، تعالى بقى في الاهم هنتكلم على مباريات الزمالك ومباريات القمة. هنلاقي 11 مباراة خدها مستر هيديكوتي، حقق فيها 5 فوز و6 تعادل وما حققش أي هزيمة. مستر هيديكوتي من أحد الناس اللي رسخت فكرة التفوق للنادي الأهلي، كان جاي بعد مواسم صعبة، ما كانش حد يقدر يكسر أو يغير القاعدة أو يثبت فكرة التفوق للنادي الأهلي بالشكل ده غير شخصية استثنائية زي مستر هيديكوتي. 11 مباراة مفيش هزيمة لمستر هيديكوتي. مستر هيديكوتي قدم نفسه بشكل مختلف مع النادي الأهلي. الواحد بيبقى سعيد جدا لما يتكلم عن عقليات فزة وناس لازم نقف عندها كتير جدا في تاريخ النادي الأهلي زي مستر هيديكوتي. بالتأكيد، وأعتقد يعني كان يستحق إلقاء الضوء عليه عشان نوضح نقط مهمة جدا، وعشان كمان ثقافة الجماهير في التعامل مع المديرين الفنيين. مستر هيديكوتي ما قدرش يحقق أفريقيا، لكن قدر يصنع جيل من النادي الأهلي اجتاح افريقيا في الثمانينات. النقطه الاهم ان مستر هيديكوتي لقى ترحيب شديد جدا وتكريم لما رئيس الوزراء المجري وصل مصر في 2011، وبالفعل في اتحاد الكره المصري، وكان وقتها وزير الرياضه كان الكابتن حسن صقر، واتعمل احتفال او لذكرى رحيل هيديكوتي وبوشكاش، لان بوشكاش كان مدرب النادي المصري برضه في الثمانينات وكان صانع من المصري فريق عظيم. المصادفه الغريبة ان زي ما بدأ كابتن صالح سليم بهيديكوتي بفريق التلامذة، انتهى عمر كابتن صالح سليم مع هيديكوتي في عام 2002، وكأن الارتباط كان مرتبط بالنادي الأهلي في الحياة وكمان في الرحيل. اعتقد لقينا الضوء على فترة كويسة ومدير فني عظيم للنادي الأهلي. نبدأ بقى نرجع ونلقي الضوء على حاجة حاصلة، قلنا خلاص معانا من بداية الموسم صندوق، اللي هو صندوق الاخطاء التحكيميه، على اساس كل من يروج لفكره اننا بنكسب بالتحكيم، لا احنا هنحسب الاخطاء اللي لينا والاخطاء اللي علينا. وكان في خطا واضح جدا مباراه الزمالك والمقاولين، تعالوا ركنيه طبعا اسفرت عن هدف، طبعا الهدف صحيح بعد الركنيه، لكن الركنيه في الاساس ما هيش ركنيه. تعالوا نشوف راي الكابتن احمد الشناوي ونرجع تاني. لعيب الكره واضحه تماما، واعتقد مفيش حد شافها ركنيه الا الكابتن محمود البنا حكم مباراه الزمالك والمقاولين العرب، عشان كده يكون في استفاده، لان ده جاء منها جول والمباراه انتهت 2-1. فرقميا في استفاده كمان بنقطتين مع 3 نقاط مباراه المقصه، يعني 5 نقاط. لكن كان في تعقيب من بعض الاعلاميين على فكره انت بتتكلم عن ان انت جايب هدف من ركنيه، ما انت كسبان السوبر من خطا على شيكابالا. بنوضح للمره الاولى والمره الثانيه والمره العشره والمره المليون، اذا كان في حد فاز ببطوله السوبر فكان نادي الزمالك على النادي الاهلي بعد ما احتسب ركله الجزاء اعترف بها الحكم بعد المباراه، وقال ان انا ما شفتهاش ركله الجزاء لصالح عبد الله السعيد وقتها في المباراه دي، وفاز نادي الزمالك بالسوبر. اما السوبر ده قلنا فيه ركله جزاء واضحه لحسين الشحات، وكمان الكره اللي بيتكلموا عنها فاول اتكررت كتير في المباراه حتى بين شيكابالا ورمضان صبحي. فمش عاوزين نقعد نعيد الامر واحنا نقعد نعيد الرد، ولكن احنا اتفقنا ان التكرار بيعلم الشطار. اذا كنت عايز تعرف اي حاجه بتقولها صح ولا غلط ارجع لارشيف الحلقات هتلاقينا ردينا عليك قبل كده. ولكن مش بس الهدف بتاع نادي الزمالك كان جاي من لعبه فيها كلام كتير جدا، في وقعه تانية تستحق التعليق، فرجاني ساسي ومخالفة عنيفة جدا خد انذار. نشوف اللعبة ونشوف مقارنة ونرجع نعقب. كابتن محمود البنا التناقض واضح، كابتن وليد سليمان ما ترددش محمود البنا انه يديله الكارت الاحمر بشكل مباشر. لعبة فرجاني عنيفة جدا عنيفة جدا ولم ينجح في لعب الكرة. ولكن عايز اقول حاجة، دي بداية سلسلة تناقضات كابتن محمود البنا اللي تقدر تعمل كتيب صغير كده اسمه تناقضات محمود البنا، ولو كمل في التحكيم كتير الكتيب هيتحول لكتاب. معانا تناقضات تانية يا اسامة محتاجين نبص عليها، وده اللي احنا بنتكلم فيه. فكرة احنا ليه بنقول الحكم هنا اخطا، وليه بنقول ان الحكم هنا ممكن يكون في امور بيبص لون التيشيرت، لان هو مش مثبت معيار واحد. كره وليد سليمان مش هي اول معيار خاطئ، هنا انذار وهنا طرد لوليد سليمان، وهنا لون التيشيرت ابيض وهنا لون التيشيرت احمر، لان كمان على مستوى لمسات اليد لو في لون تيشيرت ابيض ما يتحسبش عليه لمسات يد، ولو كان التيشيرت احمر والفريق المنافس
بيجي في المدافعين بتصطدم الكره بايديهم لمسات يد داخل منطقه الجزاء ما بتسحبش ضربات جزاء. تعالوا نشوف برضو استكمالا لتناقضات او لعدم ثبات المعيار مع الكابتن محمود البنا. مش عارف الاستاذ الكابتن محمود البنا كان محتاج ايه تاني عشان يحسب ركله جزاء للنادي الاهلي. والحقيقه نفس القصه عند نادي الزمالك، لمسه يد واضحه جدا على جبر، لكن تغاضى عنها الكابتن محمود البنا، وواضح ان المعيار الوحيد الثابت عنده ان هو مش هيحسب ركلات جزاء ممكن تخدم مصلحه النادي الاهلي. واعتقد يا فارس لسه مستكملين التناقضات وغياب المعيار الواحد. بص يا احمد، كابتن محمود البنا بيحب التنوع شويه، يعني بيحب التنوع في التناقض. الاول خدنا لمسه اليد وشفنا كمان اللعبات العنيفه، نطلع ونشوف الفيديو ده لركلات الجزاء كابتن محمود البنا بيشوفها ازاي. فيها يا كابتن محمود يعني مش معقول ضربة جزاء للزمالك من خارج حدود المنطقة. أي ضربة جزاء فيها شك خارج حدود المنطقة على النادي الأهلي لازم تحتسب. وإيه؟ السرعة والثقة في القرار والسرعة والثقة في القرار العكسي. أعتقد يا كابتن محمود حجم التناقضات يستدعي إن أنت تراجع نفسك. افتراض حسن النية في اللي احنا شايفينه ده صعب قوي، ولكن نصيحة يا كابتن محمود، قيم أدائك في مواقف كتير جدا ووحد معيارك. ممكن تكون حكم جيد أو حكم مستواك مش موفق، ولكن فكرة توحيد المعيار ملوش علاقة بالكلام ده خالص. يبدو أن أنت ما عندكش معيار موحد، وخصوصا تجاه النادي الأهلي أي حاجة بتفسر بالشك ضده بيحسبها بسهولة غريبة يا أحمد. وبثقة، عنده ثقة جامدة. لا بس في معيار وفي قاعدة كمان. القاعدة زي ما كنا بنقول الشك في صالح المهاجم، الكابتن محمود البنا الشك في صالح الزمالك. الكرة فيها شك يبقى للزمالك، فيها شك الاهلي تبقى ضده. فالشك احنا معانا الشك ضد الاهلي مع اي حد. بقى زمالك غير زمالك، ضده مع اي حد. احنا خدنا عهد في البرنامج ده ان احنا هنقول اللي لينا واللي علينا. لو في اخطاء حصلت لصالح النادي الاهلي هنستعرضها في فقره في الصندوق، لو في اخطاء حصلت ضد النادي الاهلي هنستعرضها. ونفس الحال بالنسبه للمنافسين، خاصه لما يكون نادي الزمالك حتى الان استفاد في 5 نقاط من اصل 10 نقاط، وكأن التحكيم المصري بيوجه رسالة أو بيرفع لافتة مكتوب عليها نقطة عليك ونقطة علينا. تعالوا نشوفوا الأخطاء التحكيمية اللي استفاد منها الزمالك الموسم ده. حبينا نفكركم عشان نرسل قاعدة، وده كلام في المباريات اللي استفاد منها نادي الزمالك استفادة واضحة، يعني الخطأ مؤثر. في أخطاء تانية زي ماتش اف سي مصر، عدم تطبيق القانون في إن الكورة تلمس إيد المهاجم عمر السعيد ولمسة يد داخل منطقة الجزاء، كان المفروض الحكم يصفر على طول، استمر اللعب. لو كان جاي منها هدف كان برضو استفاد الزمالك، واحتساب وقت ضايع وزيادة الوقت الضايع لـ 8 و9 دقايق، كل دي أمور ما استفادش منها الزمالك، فإحنا ما حطيناهاش في الاعتبار. أنت شايف إن الكم ده طبيعي من الأخطاء خلال عدد المباريات القليلة دي في الدوري؟ لا ده أنا بقول لك نقطة عليك ونقطة علينا، 10 نقاط في 5 هو ده اللي عايزين نأكده. على فكرة أخطاء التحكيم واردة، بس الكم ده في عدد المباريات دي شيء غريب جدا جدا يا احمد. البعض اتكلم يا فارس، انت بتراهن بعض الزملكاويه اصدقاء، انت بتراهن على فكره التحكيم من اول الموسم؟ عشان انا واثق جدا ان بطولات النادي الاهلي ما فيهاش عنصر التحكيم كعنصر مساعد، بالعكس ده عنصر مؤثر بالسلب. وعشان كده احنا من اول الموسم بنقول هنحتسب الاخطاء التحكيميه، ولو في اخطاء تحكيميه لصالح النادي الاهلي في مباراه النادي الاهلي لعبها احنا نحب نستمع ليها. بالعكس ده النادي الاهلي ما اتحسبلوش ركله جزاء واضحه جدا لرمضان صبحي في ماتش الانتاج، لكن ما كانتش مؤثره معانا لنهايه الدور الاول وان شاء الله لنهايه الموسم، وهنشوف مين اللي بيستفاد من الاخطاء التحكيميه ايا كان الاخطاء التحكيميه دي حسن نيه او غير حسن نيه. لكن في النهايه النادي الاهلي هيكون اقل الفرق في المتنافسين على الحصول على اللقب ان شاء الله من الاستفاده من الاخطاء التحكيميه. نطلع فاصل واستنونا وحلقه وفقره ريمونتادا. رجعنا لكم تاني وفقرتكم المحببه ريمونتادا، معانا احداث كتير حصلت ومحبين نتكلم معاكم فيها. اول حاجه من الظواهر الغريبه، فوجئنا بكلام جميل جدا وعاقل جدا، هيجب كلام تاني فيما بعد، ولكن كابتن خالد الغندور اتكلم عن فكره ان التراجع في القرار وفقا للمعطيات اللي حاصله حفاظا على الوضع ده شيء ايجابي. نشوف الفيدييو ولنا كلام تاني. بلدنا قصه مصر اللي يقولها الناس بقت انتصار الاهلي ولا انتصار الزمالك مين الاقوى مين؟ لا مصر اقوى، مصر اكبر منكم كلكم. معرفش رئيس تحرير مين يقول لك الغي والاهلي فوق معرفش ايه ولا معرفش ايه، والتاني ناحيه تانيه يقول لك ايه مين هيبقى حنفي، مين حنفي، مين مجلس الاهلي هيبقى حنفي. لا مجلس الاداره مش مجلس الاداره مش هيبقى حنفي. كل التقدير واحترام لمجلس اداره النادي الاهلي وقراراته اللي بتحمي حقوقه.
كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه، بس اسامه يقدر. والحقيقة كابتن خالد والله يعني الرسالة اللي بتوجهها دي احنا بنحترمها جدا، ويا ريت حضرتك تثبت عليها، لان احنا شعارنا هنا التناول بلا تطاول. الحقيقة فقرة المنتدى الاولانية هي بتتكلم عن فكرة البيانات، وبنوجه رسالة اكتر لجماهير النادي الاهلي، وبنقول لهم بعض الاشخاص بيأثروا بقوا فيكم اعلاميا، فبالتالي بيحصل جاب كبير جدا في وجهات النظر بين الجماهير ومجلس ادارة النادي الاهلي. والحقيقة احنا بالظبط مش احنا محتاجين نلتف كلنا، خاصه ان بعض الصوره بتوصل بشكل مغلوط في فكره التراجع في القرارات. لكن نرجع للكابتن خالد غندور اللي كان بيلوم عن من بيقوق على مجلس اداره النادي الاهلي ان هم بيرجعوا في قراراتهم او حاجه زي كده، ونشوف نفسه الكابتن خالد غندور وهو بيسال ضيوفه في البرنامج قبل الحلقه دي بيوم كان ردهم ايه. احساسك كده، احساسك ماتش الاهلي وجون هتلعب؟ لا انا احس ان هم هينسحبوا، هيرجعوا في كلامهم تاني يعني. ده احساسك؟ احساسي هيرجعوا في كلامهم. منتصر احساسك ايه؟ هيرجعوا لان مش اول مره يرجعوا في كلامهم. احساسك يا استاذ مصطفى؟ احساسي ان هو حنفي. هيرجعوا في كلامهم؟ حنفي. اه رؤيه شادي عيسى، خيالك انت ايه اللي هيحصل؟ هيلعب الماتش ده خيالي. اه ما اعرفش حقيقي. الاهلي هيلعب الماتش؟ اه خيالي ولا خيالي بقى خيال واسع وضيق. هيلعب الماتش زي ما هنشان. هيلعب الماتش وهتنزل. اه هيقول لك برضه علشان امن البلد وبتاع، وتبقى جميله دي بقى حلوه برضه ممكن تعمل. هيلعب هيلعب الماتش طبعا. انا عايز اقول للاستاذ شادي عيسى، انت حكمت على خيالك دلوقتي هو واسع ولا ضيق؟ لان طبعا هو كلهم اجمعوا على فكره ان النادي الاهلي هيلعب مباراه، ودي الرساله اللي بوجهها لجماهير النادي الاهلي. لما يكون المنافس عاوز يطلع من كل موقف يخص النادي الاهلي بانتصار معنوي حتى لو هو مش مشارك فيه، يبقى انت هنا لازم تاخد بالك، لازم نقول لك ستوب، ركز، شوف الصوره كامله عشان تقدر تشوف فيه مكتسبات ولا لا. بمعنى النادي الاهلي لو كان لعب مباراه الجونه كنا نطلع للنغمه القديمه، النادي الاهلي بيتراجع في القرارات. طب ما لعبش مباراه الجونه يقول لك طب النادي الاهلي بيصعد ليه وكان معترض ليه. المهم في النهايه ان المنافس هيدور على اي انتصار معنوي في اي قضيه تخصك انت كنادي اهلي. لكن الحقيقه غير كده خالص، لان احنا قلنا في معطيات على اساسها بيصدر البيان، ولما بتتضح الصوره بتبقى الامور مختلفه تماما، ودي اللي حصلت في ازمه مباراه الاهلي والزمالك. قلنا تصريحات بتخرج بالليل، قرارات بتخرج بالليل، مفيش خطاب من اتحاد الكره، مفيش تشاور بين اتحاد الكره والانديه، فالنادي الاهلي بطبيعه الحال ممكن يكون شاكك او قلقان من فكره ان اللجنه الخماسيه تبدا تتلاعب في ترتيب المسابقه وما تحافظش على تكافؤ الفرص لدى الجميع. فقرر النادي الاهلي ياخد موقف، ووزير الرياضه احترم موقف النادي الاهلي وتم التواصل وتم الجلسه اللي اتضحت فيها الرؤيه تماما لمجلس اداره النادي الاهلي. فبالتالي طالما الموضوع يخص الدوله نحن مع الدوله ومع استقرار الامن قلبا وقالبا، ولكن كان مهم جدا توضيح الرؤيه. وبرضو النادي الاهلي ما لعبش ماتش الجونه فارس. بالظبط يا احمد، وده اللي عايزين نتكلم مع الجمهور فيه. من حق كل واحد فيكم يكون عنده معطياته وعنده وجهه نظره، وده شيء صحي جدا، ولكن ما ينفعش حد يحاول يمرر لك حاجه وانت تسمح ان هي تحصل. جمهور النادي الاهلي عنده وعي اكبر من كده بكتير. من حقك تشوف وجهه نظر في جزء معين في البيان او يكون لك راي، كل ده شيء جيد جدا وبنتناقش فيه، وهو ده دورنا هنا ان احنا بنتناقش، ما بنفرضش راينا على حد. ولكن ما ينفعش حد يحطك بين شقي الراحه، يزنق عليك من هنا ويزنق عليك من هنا، وعايزك انت كده هتبقى انت اضريت بنفسك وكده اضريت بمصالحك. النادي الاهلي بيعرف يلعب الجيم ده كويس قوي، وصدقوني زي ما في جيم قبل كده اتلعب هنتكلم عنه يا احمد بتاع الموسم اللي فات، هنكلمكم ازاي الجيم اللي فات اتلعب والجيم ده بيتلعب. هم ترددوا، ويمكن حد احد اللي كان مستضيفهم كابتن خالد قال ان دي مش اول مره النادي الاهلي يرجع في كلامه، ورجع الموسم اللي فات في كلامه. والحقيقه النادي الاهلي في الموسم اللي فات تعرض لكميه عراقيل مش ممكن ابدا لما تتحط امام نادي ان هو يكون في النهايه هو بطل المسابقه دي. انت بتقول مش اول مره النادي الاهلي يرجع في كلامه، مع ان احنا بدانا، عشان كده قلت لك كلام جميل ما اقدرش اقول حاجه عنه، بس انت تقدر تقول، لان هو نفس الشخص اللي بيقول ان النادي الاهلي رجع في كلامه، هو بيحاول في كل الاحوال كانه هو اللي وجهك. بالظبط، وهو ده اللي احنا بنقول لجماهيرنا، ما تخليش حد يضغط عليك بتوجهات، قول رايك زي ما انت عايز، بس ما تخليش حد يضغط عليك، وده الفرق، ابني رايك من نفسك. لان الحقيقه بيان مايو اللي هو 25 مايو 2018 اللي هو في نهايه الموسم اللي فات بعد مباراه الاسماعيلي، له بعض المعطيات برضو اللي خلت النادي الاهلي يصدر بالبيان ده. النادي الاهلي كان
انا اتحدى اي شخص اتكلم عن تاجيل مباراه للنادي الاهلي، النادي الاهلي طالب بيها غير مباراه حرس الحدود اللي كانت بتتوافق مع موعد طيران حجز طيران النادي الاهلي لملاقات سيمبا التنزاني، ووقتها الحاج عامر حسين قال اتصرفوا انتوا، انا مش هاجل مباراه. اتحدى اي حد يجيب ان النادي الاهلي طالب بتاجيل مباراه واحده من اللي تم التاجيل للتعارض، وأضر بمصلحه النادي الاهلي لان النادي الاهلي انضغط 72 ساعه بقى يلعب مباراه، درجه النادي الاهلي فتره توقف الدوري في شهر اكتوبر كان هيلاعب الداخليه لولا ان كان في معسكر المنتخب الاولمبي، فالفريق جزء منه كبير راح النادي المنتخب الاول والجزء الاخر راح المنتخب الاولمبي مع كميه اصابات كبيره جدا، فما كانش عند النادي الاهلي يلعب مباراه بدون الدوليين، فالنادي الاهلي كان حريص على انه يلعب مباراته حتى لو بدون الدوليين. احمد انا عايز اقول لك حاجه، انت عارف من 1/1/2017 لحد بيان النادي الاهلي في مايو، نادي الاهلي في الفتره دي كان لعب 16 مباراه اكتر من نادي الزمالك، 16 مباراه ده في اي دوري في العالم وكانه دور كامل، فطبيعي ده بيؤثر عليك، ومع ذلك احنا بنتكلم في ايه، مفيش اي طلبات استثنائيه بالتاجيل، ومع ذلك بتلاحقني بان انا كنت انا باجل الموسم وعدم تكافؤ، شيء لا يصدقه عقل. ده احنا هنتكلم في الحكم دلوقتي ان هو طبيعي. حكم ان فكره المجلات دي كانت اضرت منتصر للنادي الاهلي بالظبط، وانتصر النادي الاهلي، والبيان النادي الاهلي اللي كان له ملابسات، واهم الملابسات دي ان كان بعض المباريات بتاجل للمنافس لاراحته، وكمان يعني بعض التصريحات اللي بدا النادي الاهلي كان يشوفها وقتها، كنا في بدايه مايو كنا بدانا نشوف تصريحات تاجيل مباراه الانتاج من 1 مايو ل 15 مايو ثم 30 مايو، فطلع تصريح من رئيس نادي الزمالك 18 مايو اتكلم فيه عن فكره ان لعب المباريات محدش هيلعب مباريات، هيجبرنا على لعب مباريات، انا مباريات الانتاج وعندي بالترتيب مباريات الانتاج والحرس والجونه والاسماعيلي والاهلي، وانا واخد اتفاق ان انا هلعب المباريات دي بعد امم افريقيا. طبعا واخد اتفاق معناه ان في كلام تم مع اتحاد الكوره، ده كان يوم كام؟ 18 مايو. ثلاث مباريات يا احمد مش هيتلعبوا غير بعد كاس الامم. خمس مباريات مش ثلاثه. احنا هنا بنتكلم في التصريح بالظبط. قال الترتيب وقال مش هيتلعبوا غير بعد الامم. الاهم كمان بعض الناس يقول لك هو ليه النادي الاهلي ما طلعش بالبيان الا لما تعادل مع الاسماعيلي؟ الحقيقه لان النادي الاهلي كان مستلم من اتحاد الكره مواعيد لمبارياته حتى مباراه الاسماعيلي، وبما ان النادي الاهلي بدا في الجدول ده فهو التزم بيه لاخره اللي هو مباراه الاسماعيلي، وصدر من اتحاد الكره يوم مباراه الاسماعيلي الظهر اللي هي المباراه الباقيه للنادي الاهلي، وتحدد ماتش المقاولين، وشاف النادي الاهلي اللي تحدد للمنافس بتاعه مباراتين فقط لا غير، وكان حريص النادي الاهلي ان المباراه تتلعب قبل امم افريقيا. ايه المكتسبات اللي حصلت؟ يوم 30 مايو اولا تاجيل مباراه الاهلي والمقاولين لبعد امم افريقيا، لكن يوم ده دفع رئيس نادي الزمالك يوم 30 مايو بتصريح اخر قال مش هلعب مباراه حرس الحدود الا لما الاهلي لعب المقاولين لو اتطبقت السماء على الارض. بالظبط، كان مباراه الحرس هيتم تاجيلها، وكان مباراه الانتاج هيتم تاجيلها. لا الانتاج اتلعبت مباراه الحرس. احنا بنتكلم ان هنا مباراه الحرس انت لعبت المقاولين بعد كاس الامم، وان كان رغبه النادي الاهلي بشكل واضح ان هو يستكمل المسابقه كلها قبل كاس الامم، ولكن انت ما بتقدرش تحقق كل حاجه لان الزمالك لعب مع الحرس وحقق نتيجه سلبيه بالتعادل. ده هنا نقطه مهمه بقى جدا، هو ما حدش بيلتفت غير ان النادي الاهلي لعب بعد امم افريقيا، ما حدش بيلتفت خالص لفكره ان انا مش هلاعب الحرس الا لما الاهلي لعب المقاولين وتلعب مباراه الحرس وتم التعادل، والحقيقه النادي الاهلي كان حريص على ان المسابقه تنتهي قبل امم، ولكن تاجيل مباراه هتقول لي بتاع المقاولين مكسب، اقول لك اه مكسب لان ما كانش ينفع نقعد 40 يوم او شهر وزياده لفكره اننا واقفين بس على مباراه الزمالك في الوقت اللي الزمالك يرجع يلعب فيه 3 او 4 مرات كتدرب في المستوى فارس فيوصل هو التوب فورم عنده، وانا لسه راجع من ايقاف طويل. هي دي فلسفه البيان، انا مدرك ان البيان لم ينفذ لمصلحه النادي الاهلي او للي كان النادي الاهلي شايف فيه صالح الكره المصريه بشكل دقيق، ولكن دور على المكتسبات. احنا بعد البيان الاخير علقنا في جمله قلنا كل النتائج اللي هتحققها مش هتحققها في نفس اللحظه، هو ده النادي الاهلي كان مباراتين مش هيتلعبوا غير بعد الامم، اجبر نادي الزمالك ان هو يلعبهم وحقق فيهم نتائج سلبيه، ده مكتسب. انت بتتكلم في ظروف ومعطيات مش طبيعيه تستدعي منك ان انت كمان تفكر بشكل غير تقليدي. يا جماعه لو حكمنا نفسنا بميزان ان كل ما اقوله كل حاجه تقال بشكلها الدقيق تحققها كلها كمكتسب، هتقف عند حاجتين، يا اما مش هتحقق حاجه خالص، يا اما هتدخل في صدام هيمنعك او مش هيأهلك ان انت تحقق اي فوز. ده اللي النادي الاهلي بيسعى ليه، انا بحقق اكبر قدر من المكتسبات، وفي نفس الوقت ما بتجنب قصدي فكره ان انا اوصل للحد الاقصى من الصدام او ان انا افسد المسابقه
لان يا جماعه الموضوع مرتبط بمعطيات كتير جدا تخلي النادي الاهلي عارف ان هو كل حاجه بيقدر يضغط ان هي تتحقق هيكون مكسب كبير ليه. يعني بالتاكيد خاصه ان كان الخصم هو الحكم. انت في النهايه النادي الاهلي تبع منظومه اتحاد كره القدم اللي هو المنظم المسابقه. انت تخيل انت بتقول له على ان انا مش هلعب او ان لازم تنتظم مسابقه او لازم المسابقه تخلص قبل كاس العالم قبل كاس الامم, والاتحاد هو اصلا كان رافض وكان في احتمال باتفاقيه ان يتم الترحيل كل المباريات اللي بعد امم افريقيا في الوقت مثلا اللي فريق زي منتخب تونس مثلا شارك, وانهى اصر الاتحاد التونسي ان يتم انتهاء مسابقه الدوري التونسي بنفس ظروف الفرق وبنفس ظروف الترجي وبنفس ظروف اللي وصل النهائي مع الوداد اللي هي كانت نفس ظروف الزمالك اللي وصل الكونفدرالية النهائي. اتلعب الدوري التونسي وانتهى في تاريخ 14/6 او 16/6 قبل امم افريقيا. فالنادي الاهلي كان بيسعى لده لاشياء كثيره جدا مهمها, كمان البري سيزون انت عايز تريح فرقتك عشان تبدا سيزون جديد والقيد الافريقي وانه طبيعي يبقى فيه ريكفري وطبيعي حاجات كثيره جدا. وعشان كده احمد احنا كنا بنتكلم في ايه, ان احنا ممكن بنقول راي وإن كان إحنا بنستند لأرقام وحاجات بالتواريخ ما بنقولش كلام مرسل, والمنافس قد يكون بيقول كلام مرسل. في النهاية قد يبقى لأجيال جاية إن ده رأي وده رأي. إيه اللي يحسم ده وإيه اللي بشكل قاطع يدي النادي الأهلي مشروعيته التاريخية للي جاي بعد سنين؟ قرار زي قرار لجنة فض المنازعات اللي قالت امبارح وأيدت بيان النادي الأهلي وغرمت اتحاد الكرة اللي بيقال ان هو جامل النادي الأهلي, هو اللي وقعت عليه الغرامة 150,000 جنيه. مش كده وبس, ده النادي الأهلي هيستشكل وهيستأنف على القرار لأنه شايف ان أضراره المادية كانت كتير جدا. ويكفي ان لجنة فض المنازعات تقول جملة زي اضطر النادي الأهلي للعب مباريات بفاصل 72 ساعة بين كل مباراة وأخرى وهو ما أدى إلى إصابة عدد كبير من اللاعبين, وبيستشهد أن على الطرف الآخر أو المنافس ما كانش بيلعب بنفس المنطق 96. وفعلا وكأن لجنة فض المنازعات شافت كل الحقائق اللي اتقالت مننا هنا بالتواريخ, وإن كان هي قرارها طبعا أشمل وعام, ولكن بنتكلم لفكرة أن اللي احنا قلناه هنا يا جماعة هو ثبت أنه هو اللي كان المنطقي, بدليل أن لجنة فض المنازعات طلع قرارها بيتماشى مع كل الحقائق اللي وضحناها. ودي عظمة النادي الأهلي. ويا جماعة هي دي المكتسبات, المكتسب مش امبارح ولا النهاردة, المكتسب بيفضل مستمر فيما بعد. ما توقفش عند كل قرار ان دي نهايته, والله هي ما نهايته أبدا, هي بداية وخطوة, والنادي الأهلي في إطار سلسلة خطوات بيحاول يحافظ بيها على حقوقه في الإطار المشروع اللي يليق بقدر النادي الأهلي في الدفاع عن حقوقه. بالضبط يا فارس, وده اللي أكدته لجنة المنازعات, كمان اكدت ان الغاء مسابقه 1997 اللي النادي الاهلي برضو اعترض عليها, وان دي مواليد 1997 خساره النادي الاهلي مبالغ كبيره جدا, خاصه ان انت لغيت المسابقه قبل فتره زمنيه قليله جدا. النقطه الثانيه كمان ان كان المنافس بيلعب 96 ساعه. الناس بقى اللي بتلوم النادي الاهلي على فكره المجامله في المؤجلات, اعتقد ده حكم واضح جدا لفكره ان النادي الاهلي ادير من المؤجلات, ومؤجلات النادي الاهلي كانت بسبب تعارض مواعيد مع بطوله افريقيا. بقى واضح جدا ان الاهلي اكتر فريق شارك كل 72 ساعه مباراه في الوقت اللي الفريق المنافس كان بيشارك على الاقل او كل 96 ساعه, فده طبعا شيء اضر بالنادي الاهلي. طبعا الحكم 150,000 جنيه مش هو الفكره الماليه, لكن المعطيات بالظبط اللي اتقدم بها النادي الاهلي واللي اكدت عليها لجنه المنازعات. واللي كمان عايز اقول ان بعض اعلام المنافسين طلع اكد ان بالفعل كان من الضرر على الانديه ان البطوله تستكمل بعد امم افريقيا, وكان الصالح العام ان البطوله تتلعب قبل امم افريقيا. تخيل المنافس اللي كان بيشكك في كلامك واللي كان بيقول ان انت رجعت في بيان, هو بنفسه لما اتزنق في فكره 3 ايام ويسجل لاعبين وكمان اتحرم من تسجيل 2 لعيبه في الدور التمهيدي لبطوله افريقيا, هو بنفسه طلع قال ان الصالح العام للكره المصريه هو ان الدوري كان ينتهي قبل امم افريقيا. هو السبب اصلا في استمرارها بالظبط, وده بيؤكد على ان دايما النادي الاهلي في بياناته بيسعى للصالح العام, لكن انت في النهايه بتصطدم بصاحب القرار. انت بترفع شكوتك لاتحاد الكره, وفي النهايه اتحاد الكره هو المسؤول عن اتخاذ الاجراءات اللي النادي الاهلي بيلتزم بيها. بالتاكيد يا فارس موضوع انتهى, موضوع بيان 25 مايو, واعتقد بيان برضو اللي حصل دلوقتي, وقلنا في معطيات واتغيرت فربطنا الاثنين ببعض, وبقى واضح جدا ان النادي الاهلي بيصدر بيان على حسب المعطيات, وبقى من الواضح جدا ان الوقت والتاريخ والايام بيدعموا مواقف النادي الاهلي وبيثبتوا دايما ان النادي الاهلي كان الموقف, وهو ده اللي عايزين نقوله لجمهورنا. وبناكد تاني
كل رأي مختلف أو متفق إحنا بنحترمه وبنقدره، لأن إحنا طول الوقت جزء منكم، ولكن محتاجين في طبيعة الأمور اللي إحنا فيها دلوقتي نتعامل بقدر من النفس الطويل والذكاء ورؤية الخطوة اللي بعد كده. أحمد بالتأكيد يا فارس موضوع اتحسم. أكيد نطلع فاصل ونرجع نستكمل فقرة المنتدى وقضية أخرى. اهلا بكم من جديد، والجزء الثاني من فقره رومونتادا وهي اخر فقرات البرنامج. الحقيقه دايما في مواضيع بنلاقي النادي الاهلي بيتم زج اسمه في القضيه، خاصه ان النادي الاهلي ربما يكون اصلا مش طرف، مش ربما ده بالتاكيد هو مش طرف في قضيه وفي تناول الاعلام الاخر لقضايا النادي الاهلي. موضوع استهلكناه كتير وتكلمنا فيه كتير، ولكن زي ما قلنا التكرار بيعلم الشطار. مقارنات دايما بين موقف الاهلي في قضايا عبد الله السعيد ومواقف الانديه الاخرى مع لاعبيهم. طبعا موضوع كهرباء عايزين نتكلم فيه من جانب لا يخص النادي الاهلي في التعامل مع كهرباء، ولكن من جانب التناول الاعلامي والزج باسم النادي الاهلي. ده كان اخر حاجه اتكلم فيها الاستاذ احمد جمال لما استعرض بعض الاخبار اللي تخص النادي الاهلي وكهرباء. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. اداره الزمالك استغلت بذكائها الموقف وانها تفاوضت بشكل محترم مع نجم النادي الاهلي عبد الله السعيد، وهو بمنتهى الاحترام بعد فشل حاجات كتيره جدا ومفاوضات تمت معاه من قبل النادي الاهلي لان ما عرفوش يتعاملوا معاه وقتها، واحد من نجوم الكره المصريه، النهارده بذكاء ومهاره مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وطبعا الكابتن اسماعيل واحمد وامير والمجموعه اللي اشتغلت على هذا الملف خلصوا مع عبد الله السعيد، وبعد كده خرجت الحجج بتقول ان عبد الله ما جددش علشان المبالغ الكبيره. المبالغ الكبيرة النهاردة بنسمعها مرة تانية بتطلب من إدارة النادي الأهلي، وده مش اللي أنا بقوله، اللي بيقوله صحفي ينتمي للنادي الأهلي ويعمل في جريدة الأهرام بيقول لك إيه بقى السبب الخامس. قال لك أن مفاجأة أخرى من العيار الثقيل تتمثل في أن كهربا طلب الحصول على 25 مليون جنيه كمقدم تعاقد. الأهلي ما جددش مع عبد الله السعيد. أنا مش فاهم ليه القضية أو القصة ما انتهتش للنهاية، لا الأهلي جدد مع عبد الله السعيد أو مدد مع عبد الله السعيد وأصبح اللاعب من حق النادي الأهلي، ومش هنعيد الكلام، النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي شاف إن اللاعب لا يستحق الوجود أو البقاء في مكانه ضمن صفوف النادي الأهلي بعد التلاعب اللي حصل في جلسات كتير جدا وتفاوض من خلف النادي الأهلي، فالنادي الأهلي خد قرار إن هو ما يجددش اللاعب. وبرضه مقارنات غريبه جدا ان عبد الله السعيد كان طالب 25 من النادي الاهلي، والحقيقه مش النادي الاهلي اللي دفع 20 مليون لعبد الله او 40 مليون لعبد الله يا فارس. بالظبط احمد، هو اصرار على فكره مقارنات كمان مغلوطه، ومن حقك ان انت تشوف ان كان التعاقد مع عبد الله السعيد لو تم انتصار، ومن حقنا برضه نشوف حاجات تانية تخص النادي الاهلي. اولا زي ما احمد اكد في البدايه فكره المصادره على النادي الاهلي في التعاقد مع كهربا او من عدمه دي شيء ما يخصناش تماما، الجهاز الفني والنادي الاهلي بيرتقي ان هو هيستفاد من كهربا او لا، دي قصه تخص النادي. احنا بنتكلم بقى عن احنا كاهلاويه بنقول كده، المنافس بقى خلى كهربا جه، خلى كهربا عمل مشاكل، خلى كهربا اكتر عقد، خلى اللعيبه زمايل كهربا زعلت من كهربا عشان هو بقى اكتر عقد، وكل ده كهربا ربنا يسهل له موجود بره. الاغرب بقى انت شايف كهربا بيصدر كل الازمات دي النادي الاهلي، وهو اصلا كهربا ما جاش النادي الاهلي، وشايف كهربا برؤيتك المستقبليه بيحدث كل المشاكل دي. طب هو انت اصلا كنت ازاي شايف كهربا؟ نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. قسم عظيم بالله كان في كلام مع كهربا، لان كان بالنسبه هو ده معروف يا جماعه، حرب الصفقات وسوء الانتقالات ما بين الاهلي والزمالك معروفه. انا النهارده لما اخد كهربا من نادي الزمالك كنادي اهلي ضربه، ولما اخد عبد الله السعيد من قلب النادي الاهلي ضربه. فطبعا ده بيحصل في العالم كله، برشلونه، ريال مدريد، ميلان، انتر، اليوفي، مانشستر، ليفربول، ما بيحصل في العالم كله الضرب في حته ايه؟ ما هو كهربا، شوفوا اتفرجوا يا جماعه، هاتوا يا جماعه جوان كهربا، ما كهربا مكسر الدنيا. والنهارده هنتكلم انا والكابتن اسماعيل والكابتن الشيني والكابتن بسيوني على 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 الاسيستات وعلى الاداء الروعه اللي بيعمله كهربا، واللي اتكلم عنه بعبقريه شديده جدا من 3-4 ايام برضه كابتن احمد الطيب المحلل الكبير، وقال ان كهربا واحد من اهم اللاعبين وهو اهم مهاجم في مصر. فلا ازاي يبقى اهم مهاجم في مصر؟ النهارده متالق. طب نبتدي نتكلم شويه حاجات كده كهربا عشان نهد الراجل، تمام؟ يعني عشان نهد الدنيا ونخلي الدنيا يبقى فيها شويه كلام ونعيد تاني من نغمه
ان كهربا كان رايح النادي الاهلي وان كهربا فيه مفاوضات وان اخره في يناير. طبعا كهربا راجل محترم وشايفين النهارده حتى رياكشناته وحتى النهارده شوفوا كهربا كان في الاول كان لما بيجيب جول مثلا ايه كان في حته كده تحسوها انتوا يعني مضغوط عليه الولد عايز يجيب مستواه الجمهور بيسمع كلام عن اهلي بتاع فطبيعي جدا ردود افعاله ان هو مضغوط. النهارده شوفوا كهربا يحرز هدف وبيرقص وبقى حتى ردود افعاله بعد احراز الاهداف اتغيرت. الحاجات ديت ما تعدكمش. اللي لعب كوره بيفهم عارف انا بتكلم في ايه. المود بقى حلو. فكهربا يعني بعد ما التصريحات دي نسبت اليه ان بكره سمع ان يبقى في كلام على ان هو في مفاوضات وان هو عايز يمشي من نادي الزمالك كده فطبعا يعني الكلام ده طبعا ما حصلش وبعت لنا علشان نقول على لسانه انه لم يصدر منه هذا الكلام وان فكره ان هو عايز يساوي فرجاني ساسي والكلام ده مش وارد وما قالوش والكلام تم تحريفه او تم ان هو قالوا كلام من انا سعيد جدا 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 بالفيديو ده. الفيديو ده فيه ثلاث كلمات لازم نقف عنهم قالهم احمد جمال. الاولى انك تاخد كهربا من نادي الزمالك دي ضربه. الثانيه ان اللاعب ده عبقري فنيا وتاثيره مختلف وتاثيره كبير. الثالثه ان اللاعب في منتهى الاحترام ورياكشناته وعدل منها. هو ده يا كابتن احمد مش تسويق للاعب، ده انت اللي لمعت الفكره. الله اعلم كهربا هيكون لاعب في النادي الاهلي ولا لا، بس يبدو ان انت جبت جون في نفسك. لما نشوف الايام هي اللي هتثبت. ومتشكرين يا كابتن احمد على الرساله. احنا بنفكرهم بالكلام اللي بيقولوه لان اكيد، بس انا مع الاستاذ احمد جمال انا متاكد ان هو فاكر الكلام اللي هو بيقوله كويس وفاهم هو بيعمل ايه. هي الحكايه كلها هو عنده قلق او توتر من فكره ان النادي الاهلي يكون بيفكر في التعاقد مع كهربا، وهو عارف بالفيديو ده هو عارف تقريبا كويس قوي قيمه كهربا غير انها ضربه او حاجه من هذا القبيل، فهو بيروج ان ضغط على اللاعب وضغط على جماهير النادي الاهلي عشان يكون في رفض لاعب وضغط على مجلس اداره النادي الاهلي لو هو بيفكر من لاعب يشيل لاعب. احنا بقول له استاذ احمد احنا فاهمين الدنيا دي كلها والحقيقه من حقك تعمل الكلام ده وفكره الضغط اللي بتستخدموه والحقيقه بارزين فيه وناجحين فيه، لكن احنا مواقفنا دايما بتؤخذ من حسب رؤيتنا لمصلحتنا العامه. لو مجلس الاداره او النادي الاهلي شايف ان في مصلحه هتفيد الفريق بالتعاقد مع كهربا اكيد من حق النادي ان هو يسعى للتعاقد معاه، لو شايف غير كده اكيد مش هيعمل الا اللي هو شايفه. اما بخصوص توترك وقلقك ده موضوع يخصك، اما بخصوص الضغط فهو منهج عام وبالاستاذ احمد جمال للكابتن خالد غندور وبرضه الاستاذ احمد جمال وفكره الضغط المره دي على المديرين الفنيين الموجودين في الدوري اللي هم الاهلاويه. انا اي مدير فني اهلاوي بعد اي ماتش مع الزمالك او اي ماتش مع الاهلي لازم اضغط على فكره المدير الفني ده لفكره اللي هي اسباب تخص ان هو بيجي قدام النادي الاهلي يلعب لاعب مفتوح ويجي قدام الزمالك يلعب زون ديفنس لو هو اهلاوي واشياء من هذا القبيل. نشوف فيديو للاستاذ احمد جمال وهو بيضغط في حته ثانيه خالص عن فكره الضغط على المدير الفني المنتمي للنادي الاهلي. فجمهور نادي الزمالك بيسال، مش هو ده عماد النحاس اللي فوق؟ ومش هو ده عماد النحاس اللي تحت؟ هنا الاهلي كسبان المقاولين فيقول لك عماد النحاس والاهلي كسبان المقاولين الدنيا حلوه وجميله. فوق عماد النحاس متعادل مع او مغلوب من الزمالك متضايق ومتعصب. انما مثلا ايه انا بضحك في ماتش الاهلي وانا مغلوب وبكشر في ماتش الزمالك، طب ما هو برضو الكاميرا برضو ما بتلقط الكلام ده. اعتقد الرساله واضحه جدا. الكابتن عماد النحاس هو احد ابناء النادي الاهلي، طبعا هو كان بيلعب في النادي الاسماعيلي لكن هو احد ابناء النادي الاهلي والمنتمين بشده للنادي الاهلي. بيقول ان هو في مباراه الاهلي خسران فيها كسبان فيها المقاولين قاعد مبتسم. انا مش عايز ادخل في المقارنات ان انا ممكن اخش لك على لقطه للنادي الكابتن عماد النحاس وهو في مباراه النادي الاهلي مع قدام النادي الاهلي واجيب له لقطه وهو مكشر اقول لك هو هنا مكشر كمان. لا هي الفكره مش كده، الفكره اصلا انت المباراه اللي انت جبت منها قعدت كابتن عماد النحاس مش عارف ان هي اخر مباراه في الدوري للكابتن عماد النحاس بعد ما ريح الفرقه 40 يوم فراجع اساسا النادي الاهلي فاز او خسر خلاص مفيش طموحات للكابتن عماد النحاس في المباراه واشياء كتير جدا. لكن الضغط واضح واحنا لو عايزين نضغط على المديرين الفنيين فعلا يا ريت نبعد عن فكره التشكيك لان ده موضوع يعني ما حدش بيقبله على نفسه. ولا انت ايه رايك يا فارس؟ معاك يا احمد. وبعدين الموضوع واضح جدا زي ما انت بتتكلم ملابسات. امتى تقول حكم غلط؟ لما انت تخرج الحكم بمعزل عن ظروفه. يعني بمعنى
مباراة مختلفة تماما في بداية الدوري، الراجل متحمس طبيعي جدا، لسه عايز يبدأ بداية كويسة جدا عشان ما يرجعش يبقى في موقف مش حلو في الجدول، غير مباراة الدوري انتهى فيها. بس عشان نبقى منطقيين وما بنقولش كلام مرسل، تعالوا نشوف كابتن عماد النحاس لما كان مع فريق زي أسوان، هو عارف ان بقاؤه في الدوري شيء صعب ومحتاج جهد كبير جدا، وكان ضد النادي الأهلي، قال ايه؟ نشوف الفيديو ده. يقسم اربع دقايق بدل ضايع بحجة ان الساعة اللي في ايديه وقفت، وكلام الراجل اللي انا وراجل المساعد ان انا اديته اكتر من مرة زرار القرار من اللي معاه، ولكن الراجل مفيش اي تنبيه عليه. الساعة وقفت عنده عند الدقيقة 45 و30 ثانية ومعرفش يحسب ال 30 ثانية الباية، فادى ثلاث دقايق وربع. فانا بالنسبة لي ما عنديش كلام في المباراة غير ان انا بارك للنادي الاهلي وبارك للتحكيم المصري، ان انا عمري ما اتكلمت على التحكيم المصري، ولكن للاسف النهارده حكم مش عارف يحسب دقيقه عدى منها نص دقيقه ويخسرنا مباراه. انا بالنسبه لي المباراه احنا خسرناها في الشوط الاولاني، الشوط الاولاني لما يطلع 1-1 غير لما تطلع خسران قدام النادي الكبير 2-1، بغض النظر عن كنا بنلعب دفاع كنا بنلعب هجوم فلان عمل فلان سوى، خلاص احنا طالعين بين الشوطين اللعيبه نفسيا ومعنويا المباراه بالنسبه لهم انتهت. شكرا. هجوم عنيف جدا من كابتن عماد النحاس على الحكم. اللي عايزين نوضحه هنا ان الطبيعي فيديو زي ده كنا ممكن نتجنبه، وهو بيهاجم الحكم وبيقول انا عمري ما اعترضت على التحكيم بس التحكيم النهارده كذا كذا كذا. الفكره ايه؟ ان لو احنا هنجيب فيديو زي ده لان احنا نثق في النادي الاهلي ونثق في نتائجه ونثق في ان هو مش محتاج مساعده تحكيم كنا ممكن نتجنبه، بس لو هنجيبه عشان ندافع عن حد خلوق ومخلص في عمله وطبيعي ان هو ما يتعرضش للضغوط دي زي كابتن عماد النحاس فاحنا ما عندناش مشكله. ولكن كابتن عماد النحاس من زي كابتن حسام غالي، زي كتير من مديرين، زي كابتن مختار مختار اللي استعرضنا قبل كده، كل من تربى في النادي الاهلي سواء من الناشئين او عمل داخله لفتره معينه بيكتسب صفات النادي الاهلي، اللعب بشرف، اللعب للفوز فقط. ممكن داخليا اكون بحب او باكره، دي قصه مختلفه تماما، ولكن في الملعب اتحدى تصريح تاريخيا خرج من اي حد بيقول ان في مدير فني للنادي الاهلي ما كانش بيحس اللعيبه ان لازم اكسب. تعرف هم ممكن ياخدوا الفيديو ده بتاع الكابتن عماد النحاس ويستغلوه دايما في حاجه تانية، يعني انت مثلا بتدافع. ده اللي انا بقوله، ده اللي انا وضحته فكره. احنا ما يفرقش معانا لان احنا قلنا عندنا هدف اسمى وهدف اهم، وده اللي اتكلمنا فيه. الكابتن عماد النحاس بيعترض على ايه؟ على ان الحكم زود دقيقه وقت بدل ضايع. النادي الاهلي قدر من ركنيه في الدقيقه دي يسجل هدف تاني 2-1 في الشوط الاول، مش في الشوط الثاني، كان في الشوط الاول. وكمان الكابتن عماد النحاس اللي هو ما بينفعلش واللي هو بيضحك مباراه النادي الاهلي على حد قوله ونادرا ما يتكلم على التحكيم، على فكره يقول دي المره الوحيده اللي انا اتكلمت فيها عن التحكيم، يعني المره الوحيده اللي اتكلم فيها عن التحكيم اتكلم في ازمه تخص مباراه الاهلي واسوان، النادي الاهلي فاز فيها 3-1 وكان قدامه الشوط الثاني. لكن هي فكره زي ما قلنا الضغط، لكن اللي مستمر في فكره الضغط دي لسنوات هو الكابتن خالد الغندور، دايما بيروج لفكره الضغط وخاصه على الكابتن مختار، خاصة على عماد النحاس، وبيتناسوا دايما ان مثلا الدوري اللي خده نادي الزمالك 2014 2015 استكمالا لكلام فارس، كان احد المديرين الفنيين اللي اعلنوا تتويج الزمالك بالدوري هو الكابتن محمد يوسف، لما تعادل الاهلي مع سموحه النادي الزمالك وقتها احتفل بالدوري عن طريق تعادل مدرب اهلاوي مع النادي الاهلي. اعتقد الكلام ده لا ينطبق اطلاقا على النادي الاهلي. لكن لو بالفعل عايز تفهم ايه اللي ممكن يحصل لمدير فني اهلاوي او زملكاوي بيقود فرقه ويواجه فريق اللي هو المنتمي ليه او اللي هو متربي فيه، تعالوا نشوف الفيديوهات دي ونرجع نعقب. لما بتيجي تلعب بالزمالك، اصل انا عايز احط نفس القصه لعماد النحاس، انت طبعا لما بتيجي تلعب الزمالك عايز تكسب الزمالك، ولما بتيجي تلعب الاهلي عايز تكسب الاهلي. لكن لما بتيجي تلعب الاهلي او هو مثلا عماد بيلعب الزمالك، بيبقى احساسك بفكره الانتصار بتبقى اكبر. اي واحد في الدنيا بيبقى عايز ينجح عمله، تمام، لكن هو طبيعي طبيعي جدا انه بينتمي للنادي الاهلي. هلعب انا ماسك تيم المقاولين العرب او ماسك المقاصه او ماسك الاتحاد وانا الراي وانا احمد عبد الحليم بتاع الزمالك وبلعب ضد النادي الاهلي، انا عايز اكسبه، عايز اكسب الاهلي عشان انا اكسب الاهلي والزملكاويه يرضوا عني من الاخر. والزملكاويه طبعا انك تقوم قدام ماتش الزمالك تقعد بقى تمشي وتتعفرت وتعمل وتتعصب وفي جمهور وراك. بالظبط،
باحتراما يعني. برافو عليك. زي ما اللعيب الكوره بيجيب محمد سالم مثلا جاب جون في الزمالك النهارده ماشي يفرح مثلا. بالظبط. ده احترام. بالظبط. فاحترامي لجمهور الزمالك اللي عملني وعمل الكابتن احمد وعملك وبعد بعد ربنا سبحانه وتعالى وجمهور الزمالك ساهم في شعبيتنا كبير، فلازم احتراما لهذه الجماهير ان انت تقعد في الدكه وتقوم بحساب. تمام. يبقى في حسابات لكن ما انتش بايع الماتش. انت فاهم؟ بالظبط. ما انتش قاعد مثلا نايم، لا انت عايز تكسب الزمالك. تمام. صراحه انا بقول لك انا في قناه الزمالك وعايز اكسب الاهلي. ما عنديش مشكله. ممكن في ماتشات الاهلي تقوم بقى تتحرك وتقف بس ما تعفرطش وما تستسرش الجماهير. هو الكابتن خالد وهو بيفجر القضيه تقريبا ما كانش عايز الحوار يمشي في السكه دي، ان الكابتن احمد عبد الحليم يقول لك انا زملكاوي اكيد لازم التزم الهدوء في مباراه الزمالك عشان حفاظا على الجماهير، والاهم كمان ان انا هقاتل على الفوز عشان ارضاء جماهير نادي الزمالك، زي التصريح اللي قاله اسلام جمال لاعب طلائع الجيش اللي كان معار من نادي الزمالك في الموسم اللي فات، وقال كنت عايز جدا بموت نفسي عشان نتعادل مع الاهلي عشان نضيع عليه الدوري. والكابتن طارق يحيى اتكلم في سكه ان انت لازم تكون قاعد هادي حفاظا على مشاعر الجماهير. الغريب ان الكابتن خالد غندور اللي دايما بيفجر القضايا دي قام ضرب له مثل، قال له فعلا زي محمد سالم كده لما سجل هدف وعشان بيلعب في الزمالك فما رضاش يحتفل. طب ما انت عارف يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، انا عايزك تسال يوسف اوباما واقول له انت اتدربت تحت ايد الكابتن مختار في الاتحاد، وشوف تصريح يوسف اوباما اللي اقسم بالله ان هو قال كده. يوسف اوباما قال انا عشان كزملكاوي كنت متخيل ان كابتن مختار فعلا بيتعامل مع مباراه النادي الاهلي بهدوء، مش عايز نقول مصطلحات اكتر من انها هدوء. فجاء يوسف اوباما قال لما دربني الكابتن مختار لا الراجل بيكون مشدود جدا في مباراه النادي الاهلي، الراجل بيكون حريص جدا على فوز مباراه النادي الاهلي، واكيد احنا استعرضنا نتائج كتير لكابتن مختار سابقه، وكمان يعني ما رضيناش نستعرض نتائج للكابتن عماد النحاس اللي في وقت الاهلي ما كان واقع فيه وفي عز احتياجه للفوز كابتن عماد النحاس الموسم اللي فات بيفوز على النادي الاهلي 1-0. فيا ريت يا ريت نرتقي، ولو حابين نضغط على اي حاجه تساعد بلاش نضغط بالشكل اللي يشوه اخلاقيات ناس ما لهمش ذنب غير انهم بيعملوا عمل احترافي في هدوء فقط لا غير. انا وقفت عند جمله غريبه قوي للكابتن طارق يحيى وهو بيقول صراحه وانا بقولها في قناه الزمالك بتبقى عايز تكسب. انا حسيت ان الموضوع يعني فيه انت مش محتاج تبرر يا كابتن طارق، ما هو ده الطبيعي يعني اي حاجه هتقال تانية غير كده مش محتاج تقول صراحه، هو الطبيعي انك تقول كده. ولكن انتهينا من كابتن عماد النحاس، عايزين نروح لحاجه مختلفه تماما. هو مين متصدر جدول الدوري؟ ولا هل الدوري ليه جدولين؟ اللي احنا نعرفه ان نادي بيراميدز متصدر جدول الدوري ب 11 نقطة من 5 مباريات، عايزين نشوف استاذ احمد جمال قال ايه، نطلع للفيديو. هتكلم على الكورة وهتكلم عن نادي الزمالك اللي متصدر بطولة الدوري المصري مؤقتا طبعا، متصدر ليه؟ لأن أنت بتتكلم في حوالي 40 يوم هيفضل نادي الزمالك متصدر البطولة وحتى عودة المسابقة مرة أخرى، وده عامل نفسي. هتقولي ده لسه الموسم طويل، بس الزمالك بينافس، الزمالك هو اللي في المركز الأول 10 نقاط، يجي بعديه النادي الأهلي، يجي بعديه بيراميدز. مفاجأة مش كده؟ مش هتقعد ال 40 يوم متصدر لأن بيراميدز هو متصدر الدوري. ولما حاولت أفهم فلسفتك في الكلام ده إيه؟ أنا قلت ممكن أنت شايف الزمالك عنده 10 نقط من 4 مباريات فتتعامل إن هو مؤجل له مباراة أو بيلعب مباراة أقل، فلو كان كسبانها كان هيبقى 13 نقطة فكان هيبقى أعلى من بيراميدز، ده تصور خيالي. طب ما هو بنفس المنطق الزمالك عنده الأهلي عنده 9 نقاط من 3 مباريات، لو المباراتين دول كان كسبانهم كان هيبقى 15 نقطة، تجيبها كده تجيبها كده أنت مش هتطلع ال 40 يوم وأنت متصدر الدوري. ولو كنا لعبنا ماتش الجونة في وقتات طبيعي في السياق اللي ما كانش النادي الأهلي مضار فيه كان النادي الأهلي بإذن الله كان هيطلع متصدر. ولكن الفكرة أنا بتصدر الدوري تصدر وهمي، حتى بقى لو الزمالك كان متصدر الدوري وطلعت وأنت متصدر الدوري ال 40 يوم، هو إحنا ما اتعلمناش حاجة من الموسم اللي فات؟ هو إحنا ما اتعلمناش إن النادي الأهلي جه من آخر الدنيا؟ ما إحنا كنا بنقول المنطقة الدافئة وكنا بنتكلم عن النادي الأهلي، ده يعني ناخد من دروس الماضي عشان نقدر نشوف الموضوع بصورة مختلفة، ونتمنى إن النادي الأهلي اللي ما بيتعلمش من تاريخه عمره ما هيتعلم يا أحمد. بصراحة أنا مختلف معاك، أنا عايزهم ما يتعلموش من دروس الماضي. إحنا كنا بعد تصدر الزمالك المؤقت كنا بننتظرين أي حد يطلع يقول الجملة اللي إحنا بنحبها، متصدر لا تكلمني، والحقيقة هم طلعوا قالوا متصدر لا تكلمني. ودايما لما بتبتدي
بكلمة متصدر لا تكلمني بتنتهي بأن النادي الأهلي بطل المسابقة. أكيد يا أحمد، وكنا بنتكلم معاكم في مواضيع مهمة جدا. رسالة قبل الختام عايزين نقولها، النشأ الصغير، الناس اللي بتقعد بره الملعب بالكرات لازم نتعامل معهم بفلسفة مختلفة. من حقك تكون عايز تكسب في مباريات صعبة، ولكن توجيه النشأ الصغير ده بأنه يرمي الكرات في الملعب في ظاهرة متكررة، عارفين مين اللي بيعملها كويس قوي، ظاهرة مرفوضة وبتؤثر على سلوك الناس، ومفترض ما نزجش بالأطفال دول في حاجات زي دي، لأن ده شيء غير رياضي وما فيهوش أي شيء له علاقة بالتنافسية. في النهاية هيبقى تاريخ النادي الأهلي وهتبقى بطولاته خط أحمر صعب جدا تلحقها بيها، وهيبقى النادي الأهلي في عين جمهوره خط أحمر صعب جدا يقف يتفرج وانت بتمس بتاريخه وعظمته. نشوفكم في حلقة جديدة من الأهلي خط أحمر. شكرا.